السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. حلقة النهاردة حلقة مختلفة، حلقة خاصة جدا. معانا نجم من نجوم النادي الأهلي اللي تألقوا مع منتخب مصر وحصلوا على بطولة أفريقيا للشباب وأحسن لاعب في أفريقيا، وتألق في بطولة كأس العالم اللي أقيمت في تركيا، وأيضا في أولمبياد لندن 2012 مع جيل مميز جدا كان بيضم محمد صلاح ومحمد النني. نجمي النهاردة ونجم حضراتكم واحد من اللعيبة اللي الجمهور الأهلي بيحبها جدا جدا جدا، ولسه إن شاء الله بينتظر منه عودة تكون قوية جدا. قبل ما يعني ما أعرف حضراتكم بضيفي، هنعرفه الأول من خلال التقرير اللي هنسمعه ونرجع نكمل مع حضراتكم. بروح الفانيلة الحمراء يستعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة وبكل جدية إلى التألق على المستطيل الأخضر، يبحث عن ذاته مستعينا بالدعم الكبير الذي يلقاه من النادي الأهلي، متسلحا برغبته في إسعاد الجماهير بفنياته العالية. صالح الذي فضل الأهلي على كل العروض الخارجية والداخلية لم يستسلم لفترات التراجع، يخوض برنامجا مكثفا للعودة سريعا لتمثيل القلعة الحمراء، يواصل التدريب والإعداد للظهور في المباريات مشتاقا إلى صناعة الأهداف وتسجيلها في شباك منافس الأهلي. خمس وخمسون مباراة رسمية خاضها صالح جمعة بقميص النادي الأهلي، كان تألق حاضرا بتسجيله 10 أهداف وصناعته 11 هدفا لزملائه، ليؤكد جدارته بارتداء الفانيلة الحمراء. ومن طموح التألق مع الأهلي يبدأ صالح رحلته باحثا عن البداية والانطلاقة الجديدة، يفتح قلبه لجمهور النادي الأهلي في ضيافة الأهلي الليلة. يعني بعد التقرير، النجم اللي موجود معايا في الاستوديو هو نجم غني عن التعريف، اكيد حضراتكم كلكم عرفتوه، هو نجم محبوب جدا جدا، كابتن صالح جمعة. كابتن صالح ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله عمر، الحمد لله بخير والله. يعني اكيد مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، واحنا كلنا مبسوطين في قناه النادي الاهلي ان احنا معانا واحد من اللعيبه اللي اكيد ليها مستقبل بينتظر كل جمهور النادي الاهلي. لكن يا صالح عايز ابدا معاك واسالك، انا عمري ما شفت لعيب كره قدم في النادي الاهلي لسه ما قدمش اللي كتير من قبليه قدموه بطولات وانجازات، والجمهور بيحبه جدا 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 وبيدافع عنه جدا جدا. فتخيل بقى لو صالح جمعة لعب وتالق وعمل بطولات وانجازات في النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي بالنسبه للجمهور؟ اول حاجه طبعا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن انا مبسوط يا عمر ان انا معاك النهارده، يعني حتى بره الحته الاعلاميه طبعا. من زمان احنا كنا دايما مع بعض طبعا، دي اول حاجه طبعا. تاني حاجه انا مبسوط ان انا موجود في بيتي اللي هي قناه النادي الاهلي طبعا، وما اقدرش اتاخر على قناه النادي الاهلي ولا عليك طبعا، فانا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، دي اول حاجه. يمكن تاني حاجه زي ما انت بتقول، يمكن الحمد لله الواحد ربنا انعم عليه بحاجه، هي حاجه من عند ربنا، يعني الناس تبقى بتحب صالح على الرغم من ان صالح دخل فترات كتيره جدا في مشاكل، في مشادات، مشاكل زي الناس كلها عارفها، لكن الحمد لله اذا الواحد مبسوط بيها، ويمكن دي اهم حاجه في حياتي، والحاجه الوحيده اللي انا مبسوط بيها هي حب الناس وحب جمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في ظهري، دايما بيساندني في المحن قبل الفرحه يعني. فانا دي حاجه يمكن خصوصا الفتره دي
واخدها بشكل ايجابي جدا معايا، ان انا الناس اللي وقفت جنبي خلال الفتره اللي فاتت دي ورجعت صالح جمعه تاني، يعني اعتقد ان هم ليهم عند صالح جمعه شكل تاني خالص، ان صالح جمعه يبقى الفتره الجايه دي يظهر بشكل مختلف، يقدر ان هو يشيل النادي الاهلي يشيل الفرقه، عشان الناس اللي وقفت جنبه خلال الفتره دي ومتعشمه فيه خير ان شاء الله. صالح جمهور الاهلي في نفس الوقت زي ما احنا اتكلمنا قلنا الجمهور بيحبك وجمهور بيدعمك، لكن جمهور الاهلي زعلان من صالح جمعه اللي كان منتظر منه مستويات قدمها مع منتخب الشباب وقدم مع منتخب الاولمبي في اولمبياد لندن 2012 والتالق الكبير اللي احنا شفناه، فجمهور الاهلي زعلان عشان لسه صالح جمعه ما قدمش اللي كل جمهور الاهلي مستنيه. هل صالح جمعه ان شاء الله الفتره اللي جايه قادر يوعد جمهور النادي الاهلي ان هو يرجع على المستوى اللي كل مصر عارفه يعني ايه صالح جمعه؟ بالظبط زي ما انت بتقول، طبعا يعني قبل ما اروح النادي الاهلي توجت مع منتخب الشباب بكاس امم افريقيا، حصلت على افضل لاعب في افريقيا، الحمد لله حصلت على واحد من ضمن افضل لعيبه في الدوري البرتغالي. فتره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت خلال سنتين كنت موجود اوقات كتيره، ظهرت بشكل كويس جدا، اوقات كتيره جدا خدت احسن في الشهر، اوقات كتيره جدا كنت بشارك وبسجل، لكن برضو جمهور نادي الاهلي والناس شايفه ان امكانيات صالح جمعه اكبر من كده. صالح جمعه ممكن يشيل نادي الاهلي، صالح جمعه لو ركز في الحته بتاعته دي ممكن يبقى موجود في ليفل تاني خالص. فانا فاهم القصه دي كويس، لكن الحمد لله ان الواحد مر خلال الفتره اللي فاتت بدروب قدر ان هو يعديه، دي اول حاجه. تاني حاجه يمكن المره دي مختلفه، انا شايف ان صالح جمعه محتاج النادي الاهلي والنادي الاهلي الفتره دي محتاج صالح جمعه. لكن تصريح منك يا صالح ان انت قلت ان دايما النادي الاهلي هو اللي كان بيحتاج صالح جمعه، لكن دلوقتي صالح جمعه هو اللي محتاج النادي الاهلي. بالظبط يعني انا دلوقتي محتاج النادي الاهلي، والنادي الاهلي في فتره برضه محتاج لعيبته، محتاج المواهب اللي عنده، محتاج اللعيبه اللي بتحب النادي. فانا خلال الفتره دي باخد برنامج بدني مع حسين عبد الدايم، بتمرن صبح وبالليل، يعني خلاص قافل على نفسي بشكل كويس جدا، حابب ان انا اظهر من بدايه يناير بشكل كويس، اظهر فت، مركز جدا ان انا اول مباراه لازم يبقى شكلي مختلف تماما. بعدت فتره الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله الجاي هيبقى مختلف تماما ان شاء الله. يعني خلاص صالح جمعه بيوعد جمهور النادي الاهلي ان بدايه من شهر يناير هي بدايه مختلفه، بدايه كمان يا صالح ان المركز اللي انت بتلعب فيه النادي الاهلي مستني ان انت تكون موجود، علشان هو احسن واحد في المكان ده في الفتره الحاليه هو صالح جمعه. فعايز اقول لك كم الامال والطموحات اللي جمهور الاهلي مستنيه من صالح، وانا عارف انك راجل وقد المسؤوليه، فعلشان كده طبعا ده انا عارف انك ما دام بتوعد يبقى هتنفذ ان شاء الله. تعالى بقى نروح للنادي الاهلي ونعرف حاليا انت موجود في برنامج تاهيلي بتتمرن مرتين، هل بتتمرن مع الفريق ولا بدات لسه ما بداتش؟ بنشوف صورك موجوده في التدريبات، لكن عايز اعرف منك انت ايه اللي انت بتعمله في الفتره الحاليه؟ لا طبعا يمكن اول يوم وصلت فيه النادي طبعا الطبيعي القياسات البدنيه، عملت ان بادي، طمنت على نفسي في الاول طبعا، يمكن ما اقدرش ان انا اخش مع فريق في نص السيزون، لازم يبقى في برنامج تأهيلي مع مدرب الأحمال طبعا، فالحمد لله باخده بقالي ماكسيمم أسبوعين. يمكن إن شاء الله بإذن الله في خلال الأسبوع 10 أيام إن شاء الله بإذن الله أقدر إن أنا أخش مع الفرقة تمام، لأن طبعا الفرقة دلوقتي في ماشيين مباريات اللعيبة كلها فيت 100%، فأنا عايز أخش أول ما أخش مع الفرقة أبقى أنا كمان فيت 100% عشان أقدر إن أنا أتمرن بشكل كويس وأظهر بشكل كويس مع الفرقة. فباخد تدريب صباحي مع الفريق او لو في مسائي نفس الكلام معانا طبعا، بخلص ببقى طول الوقت موجود مع حسين عبد الدايم في النادي بنتمرن، بره النادي في الجيم عنده الخاص بيه بنتمرن برضو. يعني انا مركز خلال الفتره دي قدامي شهر مركز فيه بشكل كبير جدا ان انا ان شاء الله باذن الله مع نهايه الشهر ده باذن الله يبقى الواحد جاهز بنسبه 100% ان شاء الله. طبعا احنا مكملين مع نجمنا الكبير اللي موجود معنا على قناه النادي الاهلي الكابتن صالح جمعه، وايضا بننوه ان الحلقه مش بس مذاعه فقط على التلفزيون، لا الحلقه ايضا مذاعه لايف ستريمنج على الهواء مباشره على صفحه قناه النادي الاهلي او الاهلي تي في على الفيسبوك. صالح عايزين نعرف كواليس رجوعك او بعد ما رجعت من السعوديه ايه اللي دار
بينك وبين مسؤولي النادي الاهلي؟ مين اللي اتكلم معاك وقال لك انك انت هتكون موجود معانا؟ وايه الكلام اللي حصل؟ وايه الكلام اللي خلاك ان انت تتمسك بالفرصه دي وتقول ان انا البدايه اللي جايه هتكون بدايه مختلفه؟ طبعا يمكن اختياري في البدايه للعرف في السعوديه، يمكن انا شايف ان هو كان اختيار خاطئ. كان المفروض اكمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي حتى لما بتقدم استعجلت في قراري، لكن انا بكلمك في النادي الاهلي انت بره ممكن تلعب وتصنع وتسجل، بس ما بيبقاش في حد واخد باله من كل الكلام ده. لكن في النادي الاهلي انت حسيت انت الموضوع انت باص واحد باسيست، الناس كلها بتبقى واقفه جنبك، فاهمني؟ الموضوع بيبقى مختلف تماما. يمكن رجعت القاهره، يمكن اتكلم معايا كابتن محمد يوسف اول واحد اتكلم معاك. يمكن الفتره اللي انا رجعت فيها كان النادي الاهلي مشغول جدا بالمباريات، كان مباريات دوري، سيمي فاينل افريقيا، فاينل افريقيا، فكان حتى انا ما كنتش بكلم حد، انا ما كنتش بتصل بحد، لان انا كنت شايف الفتره اللي فيها الفرقه وفيها النادي الاهلي كانت فتره صعبه جدا، ومباريات وضغط مباريات كبير جدا. فطبعا استنيت لحد ما فاينل افريقيا يخلص كل الكلام ده، اتكلمت مع كابتن محمد، اتكلمت مع كابتن سيد، ورجعت بدات البرنامج البدني بتاعي تاهيلي. طبعا ده كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت. شايف صالح انك في الفتره اللي رحت فيها اعاره السعوديه ان انت كنت مظلوم وعايز تاخد فرصه، ولا انت اللي كنت مقصر في حق نفسك فانت عايز تخوض تجربه تلعب فيها تاخد الثقه ترجع صالح جمعه اللي احنا متعودين عليه دايما؟ طبعا يمكن موضوع السعوديه هو جه في شهر واحد، وكان كاس العالم في شهر 6. فطبعا لما جالي الاوفر ده فانا طبعا فكرت فيه بشكل تاني خالص، ان انا ابقى موجود العب خلال الفتره دي في السعوديه بشكل اساسي، عشان تبقى فرص تواجدي في كاس العالم اكبر من وانا في النادي الاهلي على الدكه بشارك جزء قليل. لكن خطوه السعوديه خدتها، وهدف واحد كان قدامي هو ان انا اشارك في كاس العالم، ما حصلش نصيب طبعا. لكن زي ما قلت لك، بعد ما خلصت فتره الاعاره بتاعتي، يعني انا تقييما للتجربه كامله، يعني لا، كان النادي الاهلي كان اولى بصالح جمعه، كان الموضوع يبقى مختلف يعني تماما. يعني صالح، زعلت لما ما كنتش موجود مع منتخب مصر في كاس العالم؟ زعلت لان انا كنت موجود في التصفيات معهم، كنت ماشي بشكل كويس جدا، مفنش معهم المباريات الاخيره في المجموعة، وصلنا كاس عالم الحمد لله. بعد كده ما حصلش نصيب لما شاركت في سيمي فاينل النجم الساحلي، اتعورت، قعدت شهر ونص بعيد عن المباريات وكل الكلام ده. فيمكن انت عارف ان البطولات دي بتبقى يعني ياما ناس عدى عليها، كاس عالم شباب وكاس عالم بتبقى فيه اصابات في النص، بتبقى فيه عدم توفيق. فانا شايف ان كان في عدم توفيق قبل كاس العالم. صالح جمعه شايف ان ممكن يكون موجود مع منتخب مصر في بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في 2019؟ صالح، لما كنت انا بقعد اتكلم مع نفسي في الاول اتمرن العب كل الكلام ده، ما كنتش حاطط هدف لنفسي، يعني كنت بلعب واتمرن كويس وابقى موجود في مباريات. لكن اكتشفت ان انت لازم تحط هدف لنفسك، ان انت راجع في فتره دلوقتي. انا يعني اهدافي لما قعدت واتكلمت مع نفسي خلال الفتره اللي جايه، قلت رقم واحد لازم من اول يناير اعرف ان انا اخش في فرقه النادي الاهلي تاني، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، الهدف الثاني كان بالنسبه لي خلال الفتره الجايه ان انا اشارك مع منتخب في تصفيات امم افريقيا، في كاس امم افريقيا، تمام. ثالث هدف بالنسبه لي الموسم القادم، هدف صالح جمعه شخصيا، ان انا عايز اتوج بافضل لاعب في مصر، وفي نفس السنه انا امتلك الامكانيات اللي ممكن تساعدني ان انا انافس على افضل لاعب افريقي داخل القاره. فكل دي اهداف انا حاططها لنفسي وهشتغل عليها ومش هستسلم. والموضوع بالنسبه لي المره دي مختلف تماما تماما تماما. انا حاطط اهداف لنفسي ان شاء الله باذن الله، مش هسكت الا لما احققها باذن الله. صالح، يمكن احنا اصحاب على المستوى الشخصي وبنتقابل بره الكوره وبره الهوا، انا حاسس ان انا قاعد مع صالح جمعه مختلف عن اللي انا كنت بشوفه قبل كده. يعني تفكير متغير، بتكلم مع راجل كبير عارف هو بيعمل ايه الفتره اللي جايه. لكن انا عايز اعرف ايه اللي حصل خلى صالح جمعه يعيد حساباته من اول وجديد ويتكلم بالمنتاليتي المختلفه تماما
زي ما يكون حاسس ان فعلا واحد داخل تحدي ويا قاتل يا مقتول، هو ما عندوش خيار. زي ما انت انا اتكلمت قبل كده وقلت ان انا في يعني ان انا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني في قرارات كثيره جدا خدتها هي ما كانتش يعني غير ان هي كانت قله خبره تمام سن صغير بس. طب هل صالح عندك حد قريب منك او مجموعه اصدقاء قريبين منك ممكن يكون كان هم سبب لما انت بتتكلم معاهم؟ طبعاً طبعاً, طبعا طبعا يعني يقولوا لك يا صالح دي فرصه مش هتتعوض، وجودك في النادي الاهلي جمهور بيحبك. الفتره دي بكلمك بمنتهى الامانه في ناس كتيره جدا واقفه جنبي وبتكلمني وبقعد معاهم طول الوقت وانا يعني من غير ما حد يكلمني انا شايف ان دي فرصه لازم استغلها خلال الفتره اللي احنا فيها دي، خصوصا لعيب كره قدم ده بيلعب فتره معينه في حياته، فانا خلاص كرست حياتي الفتره اللي جايه دي كلها هي لشغلي وللكوره تمام. هنتكلم في اللي فات، في قرارات كتيره جدا خدتها غلط، في حاجات كتيره جدا حصلت ما كانش ينفع ان هي تحصل، كل ده انا اتعلمت منه، فان انا اكرر خطا واحد اخطاته قبل كده هيبقى الموضوع صعب. يعني يا صالح اكيد طبعا يعني انت جربت ولعبت بره نادي الاهلي في نادي في تجربه في السعوديه وشفت الفارق زي ما انت قلت بين النادي الاهلي وبين اللعب بره النادي الاهلي. هل صالح جمعه هيقدر بالكاريزما اللي عنده بالمهاره اللي عنده ان هو يخرج بره النادي الاهلي، ولا زي ما انت قلت واتكلمت ان هي في اخر فرصه بالنسبه لصالح جمعه علشان يثبت ذاته في ثلاث اربع حاجات، في بطوله الدوري مع النادي الاهلي، في احسن لاعب في مصر، في المشاركه الدوليه مع المنتخب، في المشاركه ان انت تاخد افضل لاعب في القاره. هل الكلام ده بان لك في التجربه الاحترافيه او ممكن تكون شايف ان هي رساله من ربنا كده عشان يعرفك النعمه اللي صالح جمعه موجود فيها؟ بالظبط زي ما انت بتقول، انا لعبت بره النادي الاهلي، لعبت في البرتغال، لعبت في السعوديه، لعبت في مصر بره النادي الاهلي، لكن اكلمك بمنتهى الامانه النادي الاهلي نعمه. اللي انا حسيته خلال الفتره اللي فاتت دي ان النادي الاهلي نعمه ولازم الواحد يحافظ عليها، وانا مش حابب اخرج بره النادي خالص يعني انا. واحنا مش عايزينك تخرج. بالظبط، وانا واخد تحدي مع نفسي ان انا بجد اشيل الفرقه دي وان انا بجد يعني النادي الاهلي ده فعلا تحس بقيمه النادي الاهلي لما تخرج بره، لما تروح تلعب في مكان تاني تلاقي مش حد يبص لك، بتلاقي مش حد مركز معاك انت بتعمل ايه، ما بتعملش ايه. لا في النادي الاهلي الدنيا مختلفه فعلا النادي الاهلي نعمه. فانا يعني انا بتكلم في حته ان فعلا الفتره اللي جايه دي فتره مختلفه تماما. قعدت واتكلمت، كنت بتكلم امبارح مع وليد سليمان. سليمان اتكلم معايا من اكتر الشخصيات اللي بحبها يعني، وبقعد اتكلم معاه دايما بره. لا يعني حتى هو كلامه معايا ان احنا لازم نركز خلال السبع ثمان سنين الجايين دول، لازم نركز مع النادي الاهلي، لازم نشيل الفرقه دي، وبعد ما تخلص كوره وبعد ما تخلص حياتك وشغلك وكل الكلام ده ممكن تشوف عايز تعمل ايه اعمله. طب انت عايز تعمل ايه صالح بعد الكوره؟ يعني انت عايز تعمل ايه بعد الكوره؟ لا قرار بدري يعني في حياتي العمليه. يعني هل صالح انت مثلا بتحب الكوره وشايف ان انت عايز تكمل في التدريب وشايف ان انت ليك مثلا بتحب تحلل، بتحب ان انت حتى بعد الكوره تتفرج على الماتشات تتابع الاخبار، ولا انت حابب ان انت بعد مجال الكوره لا حابب تخش مجال الاداري مثلا بعيد عن التدريب؟ انا زي ما انا بقول لك لسه بدري عليها دي، لكن كل حاجه متاحه يعني من هنا لحد ما الواحد يبطل كوره يعني ربنا يديك ويدينا طول العمر يعني. كل الحاجات اللي انت قلت عليها دي متاحه، حته اداريه، حته اعلاميه، كل الكلام ده. انت شاطر في كل الكلام ده، عشان كده سالتك. انت شاطر في كل الكلام ده بسم الله ما شاء الله يعني، بس فربنا يسهل. بيقال ان صالح جمعه لاعب لازم يتعامل معامله خاصه، هل ان شايف الكلمه دي اثرت عليك بالسلب ولا بالايجاب؟ لا اثرت يعني بالسلب. صح؟ اثرت بالسلب عليك. كل واحد بقى عنده فكره. لا انا بيتغلط وبعدين اسمع كلام ان الناس تتكلم تقول لك لا ده لازم يتعامل معامله خاصه. ما هو يعني ايه بقى معامله خاصه؟ معامله خاصه ان حد يحتويه، ان حد يتكلم معاه، ان حد حتى لما صالح يغلط ما تبقاش في قسوه عليه، لا هاته واتكلم معاه واقعد وكل الكلام ده. كان بيتعامل كابتن ربيع ياسين معايا في الحته دي بشكل رهيب يعني. عرف يتعامل معايا خلال الفتره اللي انا كنت فيها منتخب الشباب دي بشكل مختلف عن كل المدربين. كان بيسميك ايه يا صالح؟ كان بيسميني المعلم. معلم على طول. كان بيسميني المعلم. كابتن حسام البدري
يعني كان برضه بيتعامل معاها بشكل كويس جدا، كان محتويني، كان فادي عبد الحفيظ على الرغم من الناس بتتكلم طول الوقت ان هو بيخصم وكل الكلام ده، لكن هو قبل ما يخصم بكلمك بمنتهى الامانه كابتن سيد لا كان بيجيبني بيتكلم معايا ما عايز اعرف علاقتك مع كابتن سيد بقى على المستوى الشخصي عامله ازاي. خد بالك هو 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 طيب جدا والله، طيب جدا ده، دي حاجه. تاني حاجه كابتن سيد يعني مع المشكله ما بياخدش اجراء، ما بياخدش اجراء معاك لما انت بيحصل مشكله، لا بياخدك ويتكلم معاك مره واثنين وثلاثه بعد كده بيطبق. طبعا بيطبق شغله اللي هو موجود فيه. تاني حاجه هو امين، يعني هو هو ما يحبش ياخدك وسط اللعيبه ويواجهك بمشكله او يخصم منك او كل الكلام، لا بياخدك في مكتب ويتكلم معاك وياخد اي اجراء معاك بينك وبينه، وفعلا القعده ما بتطلعش لتالت بره. هو راجل امين جدا، يعني انا بكلمك في الجهاز اللي فات بتاع كابتن حسام من احسن الاجهزه اللي تعاملتي معاها يعني في من ساعه ما بدات الكوره. يعني صالح يمكن زي ما احنا بنقول بيقولوا بيقولوا بيقولوا، هل انت شايف ان كتر كلمه بيقولوا والاشاعات اللي بتطلع على صالح جمعه اثرت عليك؟ وهل انت شايف ان انت ممكن ازاي ترد على الاشاعات اللي بتتكلم دايما على صالح جمعه طول الوقت؟ انا شايف ان لاعب كره القدم دايما رده لازم يبقى موجود في الملعب. تمام. يعني ردك يبقى في الملعب من خلال ادائك في الملعب، من خلال ان انت بتساعد الفريق قد ايه. حتى الناس يعني الناس اللي بتفهم وبتتفرج على الكوره هيقول لك، هيبص هيشوف صالح وهو في الملعب يقول لك لا صالح مركز، صالح خاسس، صالح فورمه، صالح واقف على رجله كويس، صالح فورمه. دي قبلها لا بيبقى في حاجات، طبعا بيبقى في تمرين كويس، طبعا في التزام، في اكل كويس، في نوم كويس، في حاجات بيترتب عليها ان انت واقف على رجلك بشكل كويس في الملعب. دي ناس اللي تفهم كوره، اللي لما يتفرج على ماتش يقول لك لا، حتى مش هيقول لك ده هو مثلا بيخرج ولا بيعمل ولا بيسوي كل الكلام ده، لا هو يشوفك في الملعب فت 100% هيبقى متاكد انت بتمرن كويس، يعني عايش حياه لعيب كوره. فدي انا حاجه فاهمها كويس جدا. تاني حاجه انت اتكلمت الشائعات وكل الكلام ده، اي حد بالذات لما بتبقى في النادي الاهلي بطريقه ايجابيه بطريقه سلبيه هتتعرض لكل المواقف دي، بس هل انت تعرف تطلع من المواقف دي بصوره ايجابيه؟ هل انت تعرف ان انت كل حاجه اتكتبت عنك او كل مشكله اتحطيت فيها هل هي هتبقى دافع ليك خلال الفتره اللي انت بتخش فيها بعد كده بطريقه ايجابيه، ولا هل الحاجات دي هتهدك؟ فانا الفتره اللي فاتت كنت يعني قبل موعد اي حد، جمهور النادي الاهلي، اشخاص معين، انا بوعد نفسي ان انا كنت مقصر في حق نفسي، فانا اولى الناس ان انا اقف واتكلم مع نفسي واقعد مع نفسي واوعد نفسي، ده رقم واحد، ان انا لازم ابقى في حته تانية، لازم ابقى في حته تانية بالامكانيات اللي عندي، بالدعم اللي انا بشوفه من الناس في الشارع، من جمهور النادي الاهلي، كل الكلام ده سهل جدا، سهل جدا ان الواحد يبقى في حته تانية. طيب قول الو يا صالح كده. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام كابتن ربيع. ازيك يا معلم؟ ازي حضرتك كابتن؟ اتفضل. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. ازي على السلامة. الله يسلمك. انتظرت حضرتك في النادي النهارده، كنت عارف انت تلعب كوره بس انت اتاخرت. الله، عندي شغل للمنتخب فكنت في اتحاد الكوره على طول لحد دلوقتي بشتغل والله، بحضر المنتخب المعسكر الجاي فطول النهار يوم شغل يعني. بالتوفيق يا كابتن، وانا واثق ومتاكد ان المنتخب ده هيبقى شكله منتخب كويس، وواثق ان احنا هنكسب بيه بطوله افريقيا وهنوصل لحته كويسه في كاس العالم ان شاء الله، لانه معاهم مدرب محترم وبيعرف يحتوي اللعيبه الصغيره والسن الصغير ده. يا كابتن توفيق يا صالح، وانت نجم يا ابني، طول عمرك نجم وطول عمرك كبير من صغرك ما شاء الله في الكوره وفي الادب والاخلاقيات وكل حاجه والله يا صالح. انت يعني يا صالح احنا عاوزين بقى نفكر في المستقبل، ان الكيان الكبير يعني بيحبك، الكيان واحترمك واختارك من وسط ملايين اللعيبه، لان انت فيك الخير، انت انسان سام قلبك ابيض، انسان راجل لعيب كوره على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، دي حقيقه. مكانتك النادي الاهلي ومنتخب مصر يا صالح. بص لجمهور النادي الاهلي اللي بيحبك ويحترمك ويقدرك، بص لمسؤولين النادي الاهلي اللي بيعزوك، بص لينا كلنا، انت ابن محترم، وانا واثق يا صالح ان انت العوده دي هتبقى بقوه، هترضي بيها نفسك وترضي بيها الكيان المحترم اللي احنا بنحبه ونحترمه، هترضي بيها جمهورك، جمهور الاهلي المحترم اللي بيحبك ويعزك وبيشيل كل لعيب على كتافه. فاتمنى لك كل التوفيق وكل الخير الفتره القادمه باذن الله تعالى يا صالح، ان شاء الله تعالى. يا كابتن ربيع، عايزين نسال حضرتك بقى لقب المعلم،
وايه اللي خلاك تقول على صالح جمعه هو لاعب المعلم عندي سواء في منتخب مصر في بطوله افريقيا وحصوله على افضل لاعب في البطوله او في بطوله كاس العالم؟ طبعا معلم فنيا يا عمر، انا اقصد معلم فنيا في الملعب لانه كان كبير جدا في تفكيره، بيعرف انا عاوز ايه، امتى يلعب الطويله وامتى يلعب القصيره وامتى يهدي لي الايقاع وامتى يعلي لي الايقاع وامتى اسرعه وامتى يبطئه. عشان كده هو كان له فضل كبير جدا ربنا ثم زملائه، وهو في نفس الوقت ليه فضل في الجانب الفني يا عمر. شوف الهدف اللي سجلناه في غانا الثاني في الماتش الاولاني، كان كرر علينا، عمل واحده الكهرباء سريعه من ال 18 لل 18 بتاع ملعب غانا، كان بينالتي فيها كهرباء اللي عملها له صالح جمعه راجع يدافع. فعشان كده بنستميه معلم لانه فنيا دماغه دي كبيره، امتى الفاولات، امتى الشمال، امتى اليمين، امتى الكورنر، امتى الايقاع. فنيا كنت صالح رقم واحد، لكن هو فعلا المعلم بتاع الفرقه. لعبنا خمس ماتشات يا كابتن عمر، من اقوى الخمس ماتشات غانا مرتين نكسبهم، الجزائر واخد بالك، نيجيريا، يبقى عندنا معلمين، عندنا مجموعه معلمين على راسهم صالح جمعه. يعني كلمة أخيرة من حضرتك لصالح بعد الكلام المميز جدا اللي حضرتك قلته على صالح وإنك بتنتظر منه عودة حقيقية، أخيرا تحب عليك تقول له إيه؟ بص يا صالح، حاجتين مهمين جدا يا صالح، أنت لعيب كبير ونجم، عاوزك ترضي الفترة الجاية دي إن شاء الله، لما هترجع وأنت عندك عزيمة وراجل واعتمد عليك وإنسان محترم ونظيف ولعيب كرة على مستوى، ارضي اثنين، عاوزك ترضي الكيان اللي انت بتمثله هو النادي الاهلي، اثنين جمهور النادي الاهلي يا صالح ده حطه قدام عينك بس. كابتن ربيع ياسين نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي والاهلي ليله، وحلقه خاصه جدا مع النجم صالح جمعه. طبعا يعني بطوله افريقيا للشباب 2013 احسن لاعب في افريقيا، وجودك في بطوله كاس العالم للشباب وايضا اولمبياد. صالح، هل انت كنت شايف انك تستحق انك تكون موجود مع منتخب مصر؟ وهل لو كنت موجود هل كنت هتشارك وهتظهر بمظهر يليق بصالح جمعه؟ انا طبعا اول حاجه عايز اعلق على كلام كابتن ربيع. طبعا يمكن احنا ما كناش في بطوله افريقيا لما كسبناها، احنا ما كناش المنتخب الافضل في البطوله، لكن احنا في اسباب، كان بمنتهى الامانه في اسباب هي اللي ادت ان احنا نكسب البطوله. التزام واحترام، يعني احنا رايحين على المطار، كنا معسكرين في الجزائر واحنا رايحين على المطار عشان ناخد طياره للمكان بتاع البطوله، كنا بننزل نوزع الاكل على الغلابه، الاكل اللي معانا نركن هنا ونركن هنا. كان بيخش معانا كابتن ربيع بنفسه الريكفري، كان بيمسك كابتن ربيع ياسين واحنا صغيرين، كان بيمسك لنا التلج والميه ويعمل لنا رجلينا بالثلج والميه ويلمنا في مقرقه. فاسباب بره ان احنا اصلا ما كناش المنتخب الاقوى، في البطوله، لكن الاسباب دي كلها نجحتنا. بكلمك بمنتهى الامانه، كنت منتخب كل النجوم يا صالح كمان، بس هو كانت مشكلته ان هو كان بيحلق لنا. يعني كان دايما بيحلق لنا كلنا، يعني كل احنا سافرنا كلنا قرع، فهو كان دايما بيعمل حركه ذكيه جدا، كان يختار اللعيب اللي يخش يحلق ويخلي اللاعب يختار زميله اللي هو يخش بعده، فكل واحد طبعا يختار اللاعب اللي معاه في الاوضه، اللاعب اللي هو انت عايزه يحلق اول واحد عشان ما يبقاش لوحده، عشان ما تبقاش انت لوحدك، فاهمني؟ فطبعا لا، يعني بصراحه يعني حتى بره الكوره وبره المنتخب كان بيجي معانا المدارس، وكان بيجي معانا لو حد والده متوفي وعايز يخطب كان بيروح معاه، فوقف معانا وقفه، يعني انا يعني مش هقدر انساها الكابتن ربيع بمنتهى الامانه. طبعا صالح انت لعيب كبير وتستاهل كل خير، لكن وجودك كمان في المنتخب الاولمبي يعني مع محمد صباح تحت قياده الكابتن هاني رمزي كنت بتلعب بشكل اساسي، يعني كنت متوقع ان انت تبقى موجود في تصفيات او في اولمبياد لندن 2012 مع النجوم الكبيره اللي انت لعبت معاهم، وهل كنت متوقع ان انت تؤدي الاداء الرائع جدا اللي انت قدمته في 2012 ده كمان قبل بطوله 2013 وبطوله كاس العالم؟ بالظبط، يمكن انا شاركت مع كابتن هاني رمزي في تصفيات وبعدين في اولمبياد لندن، كنا ما وصلناش اولمبياد لندن من 28 سنه طبعا، الحمد لله الجيل ده وصل، من حظ الجيل ده ان احنا تواجد معانا في البطوله، كان لازم يبقى معاك ثلاث لعيبه فوق السن، كابتن ابو تريكه، كابتن عماد متعب، وكابتن احمد فتحي، الثلاثه كانوا موجودين معانا، كنا احنا لسه صغيرين، ففي الفتره دي كنا احنا كلنا مبسوطين ان ثلاث لعيبه بالاسماء دي بالقيمه دي كلها موجودين معانا،
خصوصا يعني ابو تريكه يعني احنا كلنا كنا مبسوطين ان هو كان موجود معانا. الجيل ده كان في لعيبه كتيره كويسه، كان في لعيبه كتيره عندها امكانيات كبيره جدا، ما كنتش بتبقى عارف مين هيلعب المباراه دي مين هيلعب المباراه الجايه. كان كل مركزين في لعيبه جامده جدا. ومنهم دلوقتي يمكن شايفين محمد صلاح وعمر جابر ولا كان جيل يعني كان جيل محترم يعني. هل انت شايف ان محمد صلاح وانت لعبت جنبه، انت شايف طبعا انه لاعب دلوقتي بسم الله ما شاء الله صلاح في الدوري الانجليزي، شايف ان عقليته ليها دور في اللي هو وصل ليه دلوقتي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني هو صلاح اتسال سؤال قبل كده ان لو انت صحيت يا صلاح ولقيت نفسك في نادي المقاولين تاني وبتركب مواصلات راح النادي، رد بروفيشنال يعني قال لك انا لو انا صحيت لقيت نفسي زي ما انا هبتدي اشتغل نفس الشغل اللي انا اشتغلته. محمد صلاح انا كنت بخش اقعد معاه، اخش عليه البلكونه كده الاقيه قاعد ماسك ورقه وقلم بيكتب وبيقطع، فانا قاعد جنبه بيكتب وبيقطع، فبيقول لي انت عارف يا صلاح انا بكتب ايه؟ فبقول له لا، فبيقول لي انا بكتب الحاجات اللي انا عايزها في حياتي لسه ما عملتهاش في الكوره. فقال لي الكتابه لما انا بقعد اكتب الكتابه بتخلي المعلومه تثبت في الدماغ غير لما تقعد تفكر. فقال لي انا طول الوقت يعني بحب اكتب عشان المعلومه دي تفضل في دماغي. قال لي وبعد كده اقطع الورق عشان ما حدش يقراه بعدي. فانا بتكلم عن انت، هل انت ما وصلتش يا محمد لسه اللي في دماغك؟ قال لي لا لسه، ده انا عندي طموح. قال لي صالح لازم يبقى عندك طموح، لازم يبقى عندك هدف انت حاطه تشتغل عليه، ما ينفعش انت تبقى عايش كده وخلاص. لعبت ما لعبتش، موجود مش موجود، الكلام ده كله. قال لي الكلام ده كله هتفضل زي ما انت، قال لي لكن لازم تحط لنفسك هدف. فطبعا هو حتى يعني هو كان جنبي في فتره يعني في فتره المشاكل دي وقف جنبي كتير جدا، وشخصيه محترمه، ومن كتر ما هو شخص محترم ربنا يعني ربنا فعلا فعلا مديله من وسعه وكرمه، لان هو يستاهل، ومفيش حد بيوصل للمكانه دي الا لما فعلا يبقى بني ادم كويس ويستاهل. فهو كل التوفيق ليه يعني. لسه مكملين مع حضراتكم مع الحلقه الخاصه جدا والحوار الممتع والشيق مع نجمنا ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر صالح جمعه، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الحوار. لسه مكملين مع نجمنا اللي موجود معانا في الاهلي ليله على قناه الاهلي الكابتن صالح جمعه. كابتن صالح، ختمنا قبل الفاصل وقلنا ان محمد صلاح لما كنت بتبقى موجود معاه في الاوضه كان ليه طريقه في التفكير في انه ازاي يحقق الاهداف اللي لسه فاضله له في حياته، فبيكتب في ورقه الاهداف اللي لسه بيفكر فيها وبيحلم بيها، وبعد كده بيقطع الورقه علشان تثبت في دماغه. صالح جمعه بقى ايه اللي بيفكر فيه وايه اللي بيخطط له علشان هو شايف ان لسه ما حققوش سواء مع النادي الاهلي رقم واحد ومع منتخب مصر؟ زي ما انت تقول طبعا، يمكن هو لما انا اتكلمت مع صلاح كان دايما بيتكلم في حته ان انت لازم يبقى عندك هدف انت حاطه قدامك عشان توصل له. يعني صلاح حتى في حته لما راح ترايل قال لي وانا رايح اختبار في بازل، فالوكيل بتاعه بيقول لي بيسالني بيقول لي تفتكر يا محمد هياخدوك في بازل؟ يعني بازل ده اول نادي في سويسرا تقليه بعد المقاولين العرب. قال له انا هروح بازل والسنه اللي بعدها كده. صلاح بيحكي لي بيقول لي كده بالظبط، قال له انا هروح بازل والسنه اللي بعدها هيجي لي دوري انجليزي، هيجي لي تشيلسي وليفربول كده بالظبط، هيجي لي تشيلسي وليفربول وهختار ليفربول. قال لي فضحك بس، فقال لي دي وانا مسافر، قال لي دي اهداف بالنسبه لي ان انا ابقى موجود في بازل. وقال لي سبحان الله والعمليه مشيت زي ما انا عايز ولعبت في بازل وبعدين رحت الدوري الانجليزي وكل الكلام ده. فبيقول دايما لازم تبقى انت حاطط هدف لنفسك. فانا في الاول زي ما بقول لك مفيش هدف، العب اتمرن الكلام ده كله، لكن الاهداف اللي انا حاططها لنفسي خلال الفتره اللي جايه اللي انا قلت لك عليها ان ارجع اخش في فرقه النادي الاهلي تاني بشكل كويس، ان انا الموسم اللي بعده حاطط لنفسي ان انا عايز ابقى احسن لعيب في مصر الموسم اللي بعده،
عايز ابقى نافس على جائزه احسن لعيب في افريقيا في القاره جوه، عايز اخش التشكيل المثالي في قاره افريقيا جوه. كل دي اهداف انا حاططها لنفسي خلال الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله واشتغل عليها. كل ده مش هيجي من انا حاطط هدف لنفسي، لا انا لازم اشتغل واشتغل يعني احسن من كل اللي حواليا، اشتغل اكتر من اي حد جنبي عشان خاطر انجح، عشان خاطر يبقى شكلي كويس وكل الكلام ده. منتخب مصر وبطوله كاس العالم الاخيره، ويمكن سالتك السؤال لكن اجلنا الاجابه عليه، لكن عايز اعرف هل انت كنت شايف انك تستحق انك تكون موجود وتشارك مع منتخب مصر، وهل لو كنت موجود يا صالح كنت هتقدم مستوى طيب يليق بمستوى صالح جمعه، ولا انت شايف ان القدر خدم صالح انه ما يكونش موجود علشان هو بعيد عن فورمته اللي احنا عارفينها؟ لا زي ما انت بتقول طبعا، يمكن انا شايف ان انا كنت استحق ان انا ابقى موجود في كاس العالم. يعني اللي انا شفته مش عشان انا عايز ابقى موجود في كاس العالم، لا، من تغييرات المدرب خلال مباريات المجموعه. يعني انا شايف ان هي تغييرات فقيره كلها. يعني انت بتنزل لعيب مش في مركزه، بتلعب بلاي ميكر، ما عندكش بلاي ميكر تاني، فبتلعب لاعب متطرف بتدخله تحت الفيرود، كل الكلام ده. فكانت كل التغييرات تبقى باينه قوي جدا ان انت ممكن تبقى موجود، فاهمني؟ دي حاجه. تاني حاجه حته ان انا ابقى ادي بشكل كويس لو كنت موجود في كاس العالم، اعتقد ان المنتخب ما اداش. يعني انت ممكن تشارك في بطوله يبقى الفريق كله بره الفورمه، مش مفيش توفيق. فانا شايف ان ما كانش في توفيق للمنتخب في كاس العالم. اعتقد اي حد كان يبقى موجود كان يتظلم زي كل الناس اللي كانت موجوده. يعني منتخب وصالح جمعه الفتره اللي جايه، هل في تواصل حصل ما بينك وبين كابتن هاني رمزي مستر اجري؟ هل في كلام على ان صالح جمعه ممكن يكون موجود في منتخب مصر خلال الفترات القادمه، ولا لسه صالح جمعه ما فيش اي حد بيتواصل معاه؟ لا انا شايف ان حته المنتخب دي ما بقتنعش بحدة التواصل، يعني ان انا يبقى في تواصل. شايف الملعب هو احسن تواصل ما بين اللاعب بالظبط. يعني انا شايف ان الملعب هو الفيصل ما بين جهاز المنتخب واي لعيب، اي لعيب مصري ملعب، خاصه لو بتلعب في نادي كبير وبتادي بشكل كويس. النادي بيساعدك، جمهور النادي بيساعدك، الاعلام بيساعدك في ان انت تبقى موجود في المنتخب لو انت اديت بشكل كويس. فانا شايف حدة المنتخب دي ترجع للعيب في الملعب، وبترجع تاني حاجة للجهاز الفني للمنتخب إذا كان هو مقتنع بقدرات اللعيب، محتاج مواصفات اللعيب دي معاه ولا لا. والحمد لله بتربطني علاقة كويسة جدا بكابتن هاني، واتمرنت معاه، وكابتن هاني عارف إمكانيات صالح جمعة كويس، وعارف إيه اللي عند صالح، ولو صالح في فورمته وصالح موجود بشكل كويس في المباريات وبيأدي وكل الكلام ده، أنا واثق إن أنا أبقى موجود مع كابتن هاني. يعني طب انت شايف سياسه مستر اجاري ان هو يعني عمل اعاده بناء من اول وجديد وبيستعين باللعيبه الصغيره في السن، وان هو فضل الاستغناء عن اللعيبه اللي معديه ال 30 سنه، هل ده شايف ان هو بيخدم صالح جمعه ان هو يكون لما يرجع لمستواه يكون حاجز مكانه في منتخب مصر؟ بالظبط. وكمان عايز اعرف رايك في طريقه مستر اجاري مع منتخب مصر والكره الهجوميه اللي ما كناش بنشوفها قبل كده. بالظبط. يمكن في الاول زي ما انت قلت، يمكن خلال الفتره اللي فاتت شفنا ان الجهاز الفني نزل بمعدل اعمار لعيبه في المنتخب، لعيبه كتيره جدا بقت تشارك، شفنا لعيبه كتيره جدا تحت 21 سنه موجوده في المنتخب. اعتقد ان الجهاز الفني شغال بشكل كويس جدا، ان هو بيفكر في بعد كده، بيفكر ان هو اللعيبه الشباب دي كلها تقعد معاه سنه سنتين ثلاثه، هيظهروا بشكل مختلف. وبعدين انا شايف ان كل اللعيبه الصغيره اللي موجوده في المنتخب امكانيات عاليه جدا، تالنت عالي جدا، يعني انا شايف ان هم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين خلال الفتره دي. كان الاول المنتخب ده بيفتقد حته ان يبقى لعيب صغير عنده امكانيات كويسه يبقى موجود في المنتخب الاول، لكن بتبقى صعبه. دلوقتي لا، انت اي لعيب صغير بيبان بشكل كويس، بيبقى شكله ان هو سابق سنه، بيبقى موجود في المنتخب. دي حاجه. يمكن تاني حاجه طبعا، يمكن انا من زمان وانا شايف ان المنتخب لازم يلعب كره هجوميه. يعني في 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 ظل اللعيبه الموجوده والعناصر الموجوده في مصر وبره مصر، خاصه الجزء الاخير اللي انت بتتكلم في السترايكر والبلاي ميكر واللعيبه اللي تحته، طبعا عندنا لعيبه كتيره جدا جدا على اعلى مستوى. فليه ما نبقاش دايما زي ما بشوف الفترة دي في المنتخب بنهاجم وبنلعب كرة هجومية؟ كنا دايما خلال الفترة اللي فاتت مع المنتخب مع كوبر، كنا دايما حتى في التكتيك في التمرين في التدريب
كان بيعتمد رقم واحد عندي ان انا اقف ازاي، ادافع ازاي، اقفل ازاي. لكن الموضوع دلوقتي مختلف، انا شايف المنتخب بيلعب بكره هجوميه، تغييراته كلها هجوميه، الموضوع مختلف. يعني اعتقد ان المنتخب هينجح بالطريقه اللي هو بيلعب بيها، خاصه ان هو عنده لعيبه كتيره جدا كويسين في الحته الاخيره دي. يعني معانا برضو على التليفون واحد من الشخصيات المهمه جدا اللي انا بعزها على المستوى الشخصي، هو كمان واحد من الشخصيات اللي كانوا موجودين وربوك في مسيرتك مع المنتخبات، وهو الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي. يا دكتور ازاي حضرتك؟ ازيك عمر؟ ازيك حبيبي؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير الحمد لله. الحمد لله حبيبي. معانا واحد بقى من ابنائك اللي حضرتك اكيد يعني كنت موجود في الفتره اللي كان موجود فيها في المنتخبات، سواء في منتخبات الشباب او الاولمبي او المنتخب الاول، فعايزين بقى يعني هتقول ايه لصالح جمعه؟ اكتر من صالح جمعه هقول لك شقين فيه. اول شق فيه يا جهاز فني بيبقى على الدكه بيبقى مطمن جدا اول ما الكره تجيب. اولا عنده الشوتينج، عنده انه يبقى بلاي ميكر هايل، عنده السرعه، عنده الديفندر، عنده ميزات عديده جدا. وهو جواد جيد جدا، ولكل جواد كبوه. مرحله الشباب دايما بيبقى فيها فتره كده منحنى بسيط، بس هو هيرجع وهو عارف كويس جدا احنا كنا بنتكلم ازاي. اول حاجه اطلبها منه انه يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي والدته. انا كنت هو قاعد قدامك اهو، كان قبل كل مباراه لازم نكلم والدته، كانت بتحفزه وكان بيبقى حافز جيد جدا ليه وبيأدي اداء فوق الممتاز. هو لعيب لا ينقصه اي شيء، واللي فات دي فتره مش هنذكرها في التاريخ. انا كان كل حزني ان كان نفسي يلعب كاس العالم، لان كان معانا في الاولمبياد حاجه عاليه جدا، وحتى وصلنا الاولمبياد بفضلي واللعيبه اللي معاه، واللي جاي ان شاء الله وانا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى كبيره جدا، وفيه هو شخصيا لان انا اعرفه كويس جدا جدا، لانه معدنه كويس جدا من اسره طيبه كويسه جدا، وهو لعيب كويس جدا، ولازم يرضي الله سبحانه وتعالى ثم والدته ثم الجمهور، واخر حاجه يرضي نفسه، لانه ان شاء الله والايام بيننا هيبقى نجم مصر الاول باذن الله. يا دكتور صالح ليك حابب طبعا ان انا اسلم على الدكتور الاول، ومبسوط طبعا، ودي مفاجاه حلوه ان هو بيتكلم ما كنتش انا متوقعها طبعا. ويمكن انا بتربطني مع الدكتور علاقه هي اسريه شويه، ان هو كان قريب من اهلي طبعا، وكان دايما في تواصل ما بيننا، فهو من الناس اللي وقفت جنبي في حياتي، ومن الناس ان انا مبسوط بجد ان هو اتكلم النهارده. والكلام ده دكتور ان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك قلت ان اي حد بيبقى فيه منحنى خلال فتره الشباب وكل الكلام ده، بس خلال الفتره الجايه ان شاء الله الموضوع يبقى مختلف ان شاء الله، وده وعد لحضرتك باذن الله. يعني والله انا بأسعد واحد يا صالح، لان انت عارف انت بالنسبه لي ايه، وانت كفاءه عاليه جدا جدا جدا، انت راجل بتلعب برجليك الشمال واليمين وبلاي ميكر وبتشوط وكل حاجه وبتعمل ديفندر، طب ايه اللي ناقصك؟ وسريع وكلك مميزات. شيطان عدى وخلاص، واحنا هنبدا من هذه الساعه ونشوفك النجم الاوحد باذن الله في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. شكرا يا دكتور علاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلام حضرتك الجميل والمحترم تجاه ابنك صالح جمعه، دكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي. دكتور علاء اتكلم معاك وقال لك يعني ترضي ربنا وترضي والدتك، وانك كل مباراه بتكلم والدتك تطمن عليها وتدعي لك. لا يعني انا لو نزلت مباراه من غير ما اكلمها احس ان في حاجه ناقصاني، والدتي يعني. تربطني علاقه بوالدتي قويه جدا وبوالدي، يعني هما الاثنين بصراحه ما قصروش معايا في حاجه، وقفوا جنبي، ووالدي من وانا صغير يعني كان واقف جنبي على الرغم من شغله وعلى الرغم من ان هو عايش بعيد، لكن يعني بصراحه الاثنين يعني وما خلونيش محتاج حاجه، بكلمك بمنتهى الامانه علموني كويس وربوني كويس. لكن زي ما الدكتور علاء قال ان اي شاب في حياته بيمر بمنحنى وببعض المشاكل، لكن فعلا اتكلم في جزئيه والدتي دي ان انا يعني ما ينفعش ان انا انزل مباراه من غير ما اكلمها وتدعي لي يعني. طب وعبد الله بيعمل زيك؟ عبد الله بقى يعني علاقته بوالدتي اقوى شويه. لا احنا عايزاك تدعي لك اكتر منه. ما هو انا قلت لها بقى الفتره اللي جايه كده يعني، هي دايما محايده في البيت يعني دايما. يعني ما يعني يعني هم مش مايلين؟ يعني هم اهلاويه؟ هم كانوا اهلاويه في البدايه. تمام. عبد الله راح الزمالك فابتدى الموضوع يبقى 50% و50%. لا احنا عايزين 60 40 يعني كده 60 40. هو كان 60 40 انت الكبير. كان 60 40 لما كان عبد الله في المصري. او ممكن تقول ان كان 70 30 وعبد الله في المصري، لكن دلوقتي الموضوع اختلف يعني. يعني عايز اسالك سؤال بقى، مين احرف انت ولا عبد الله؟
لا لا انا اعرف من عبد الله بكتير. يعني كل اللي عبد الله بيعمله ده شو كده، لكن انت الاصل، شو انت انت المعلم الاصلي. لا هو عارف، هو حتى لما بيقعد يتكلم معايا بيقول لي يلا بقى يلا بقى عايز اتفرج على كره حلوه بقى. وخد بالك هو دايما سلام. هو دايما يعني احنا يعني دايما انا بلعب في النادي الاهلي، فبتبقى الحته بتاعت الزمالك دي بتبقى بالنسبه لنا كاهلاويه صعبه شويه. لكن وهو نفس الكلام، لكن لما يبقى عندك اخوك بيلعب في في في, في يعني في نادي في نادي منافس ليك بيبقى الموضوع صعب شويه. فطبعا على الرغم ان انا في فتره كبيره جدا كان دايما الزمالك بيخسر، فكنت دايما يعني عبد الله يعني مش بتسيبه. لا هو كان بيتلاشى ان هو يلاقيني في البيت يعني، وكان دايما صالح موجود. اه ممكن يقعد شويه مع اصحابه، ممكن يتاخر شويه، لكن صالح موجود في البيت. هو جاي خسران دي انا ما بسيبوش في حاله يعني. طب ودلوقتي بقى دلوقتي هو دلوقتي اتكلم معايا في جزئيه بقى خطيره هو مش فاهمها يعني. ان هو بيتمنى ان هم يقابلوا النادي الاهلي خلال الفتره دي. قال لي كده، قال لي ده نفسي نقابل بقى نقابلكم الفتره دي. قلت له خد بالك عبد الله، يعني قلت له خد بالك خلال الفتره اللي فاتت كلها، قلت له كان الزمالك في فترات كان مش بشكل كويس، وكان النادي الاهلي متراجع وكان في دروب كبير. لكن قلت له مباريات القمه دي تبقى مختلفه، ليها حسابات تانية، ليها جلسات تانية. اللعيبه دي بتقعد في النادي الاهلي بتقعد في اوضه مقفوله، حتى لو احنا خسرانين 100 ماتش، لكن مباراه القمه مباراه الزمالك بنعرف نقفل على نفسنا كويس. فقلت له خد بالك مش زي ما انت متخيل يعني، احنا مستحيل قلت له مستحيل نظهر بمستوى انت شفته في مباراه معينه مثلا زي مباراه كم. قلت له يعني خد بالك يعني. طيب يعني برضو عايز اعرف مين من لعيبه منتخب مصر اللي موجودين في الوقت الحالي على تواصل معاك بيربطك بيهم صداقه، دايما بتتكلموا قبل المعسكرات، بيتمنى ان انت تكون موجود، بيقول لك شد حيلك عشان ترجع معانا لمكانك الاساسي. انا علاقتي كويسه بعصام الحضري، كلمني بعد ما رجعت من السعوديه وطمن عليا. علاقتي قويه جدا جدا بعماد متعب، طبعا من اقرب الناس في حياتي. عمر جابر على تواصل معاه دايما. الشناوي بتاع بيراميدز، ابو صلاح، صلاح. وصلاح انت اول واحد بيستناك عشان خاطر ينزل معاه بعد ما بيرجع مصر على طول. دايما بقابله لما بيرجع يعني، ودي وده شرف ليا يعني. احنا اخر حاجه الشناوي تواصل مع عبد الله السعيد، مع كهربا طول الوقت، مع اقول لك مين تاني، طارق حامد، رمضان صبحي، تريزيجيه. يعني دايما في تواصل ما بين بعض المباريات. دايما رمضان ولا تريزيجيه ولا صلاح دايما ببعت لهم على السناب شات على الواتساب، ببارك لهم بطمن عليهم طول الوقت. فالناس يعني اتمنى لهم التوفيق للفتره اللي جايه. رايك ايه في تريزيجيه؟ هل انت شايف انه يستحق الوجود في الدوري التركي، ولا امكانيات تريزيجيه تؤهله الى اللعب في الدوري الانجليزي او الاسباني؟ انا المدرب الروماني اللي كان ماسكني في الفيصلي كان ماسك في الدوري التركي. فاول ما تعرفت عليه عارف ان انا مصري، قال لي تريزيجيه ومش تريزيجيه على طول كده. فقلت له رايك في تريزيجيه؟ هم منبهرين بتريزيجيه، هو ما كانش ماسك تريزيجيه في الدوري. فقلت له انت كنت ماسك تريزيجيه؟ قال لي لا، انا لعبت مباريات قدام تريزيجيه وشفت تريزيجيه قوي وسريع. ومدرب الاحمال قال لي بقى ان هو بيسجل اهداف مش اهداف طبيعيه يعني. قال لي بيسجل اهداف فعلا. قال لي لعيب كبير. فانا شايف ان هو خلال الفتره اللي فاتت دي يعني. طب إيه السبب أنا, أنا, انا مستغرب. انا يعني انا متوقع في اي ميركاتو ان انا اسمع تريزيجيه في الدوري الانجليزي، في الدوري الالماني، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي. ده بناء على اللي هو بيقدمه خلال الفتره اللي فاتت يعني. انا شايف ان هو بيقدم مستويات يعني رائعه. انا شايف ان هو احسن لعيب في الدوري التركي يعني. انا بحب اشوف الديربي في تركيا، في ماتشات كتير بشوفها، لكن انا شايف ان تريزيجيه افضل لاعب في الدوري التركي خلال الفتره اللي فاتت دي يعني. فانا مش فاهم هل النادي متمسك فيه ومش عايز يسيبه خالص، وانا مش فاهم القصه بصراحه يعني. هل انت شايف ان الوكيل الاعمال بيكون ليه دور صالح عموما في مسيره اللاعب في كره القدم؟ طبعا. ان هو يكون وكيل اعمال بجد، بيقف مع اللاعب، بيساعده، بيكون ليه زي اخ، مش سمسار بيتعامل معاه بالقطعه. جاله حاجه بياخد منها فلوس، ما جالوش حاجه اهو مركون وموجود. بالظبط. الوكيل يعني هي بيبقى الوكيل الشاطر الناجح اللي هو بيبقى اخ قبل ما يبقى ايجنت بيتعامل ان هو انا بجيب لك نادي فباخد انا فلوس معينه فبوديك نادي. لا دايما الوكيل ده بيبقى مرتبط باللاعب علاقه مختلفه جدا في حياته الشخصيه، بيعمل ايه في حياته، بيقف جنبه دايما، بيبقى قريب منه ويحل له مشاكله.
لان دايما الايجنت بيبقى اكبر من اللعيب، بيبقى وخصوصا لو ايجنت كبير وبقى له فتره في المجال، في المجال الموضوع بيبقى مختلف يعني. فانا شايف ان انا خلال الفتره اللي فاتت كان معايا ايجنت انا بصراحه اكتسبته اللي هو عبد الرحمن مجدي، شخص محترم جدا، عمرنا ما دخلنا في مشاكل مع بعض، بيتمنى لي الخير معاه او 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 بره عنه يعني. هل انت شايف الوقت الحالي رمضان صبحي وجوده في النادي الاهلي يضيف للنادي الاهلي والنادي الاهلي محتاجه، وان لاعب زي رمضان صبحي لما صالح جمعه في الملعب يكون جنبه او رمضان صبحي يكون جنبه صالح جمعه، هل انت شايف ان ده يفيد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ ممكن رمضان يفكر في ان هو يرجع ولا انت شايف؟ انا كلمت رمضان من 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 اربع ايام بالظبط. تمام. بعت له، هو بعت لي في الاول، كنت منزل فيديو على سناب شات بتمرن في الجيم وكده، فدخل يهزر معايا شويه ومش عارف ايه وكده، فقلت له ايه مش هتيجي وايه الاخبار؟ قال لي مش عارف لسه والله وكده. فطبعا يعني انا بتمنى له الخير يعني، انا يعني قلت له انا اتمنى ان انت تكمل في الدوري الانجليزي وتظهر رمضان اللي احنا عارفينه، او ان انت تبقى موجود معنا في النادي الاهلي، ورمضان هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي يعني. رمضان قبل ما يمشي رمضان شايل النادي الاهلي طبعا، شايل الفرقه يعني. دوري مارتن يول ده كان رمضان يعني نسبه 50% رمضان جايب الدوري لوحده. هل بقى صالح جمعه ان شاء الله هيبقى من يناير هو ال 50% اللي شايل النادي الاهلي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. مين من النادي الاهلي صالح بيتكلم معاك دايما، بينصحك، بيتكلم معاك كلام ايجابي، شد حيلك يا صالح لازم تكون موجود معانا احنا مستنيينك؟ اكيد في يعني من كباتن الاهلي الحاليين بقى كباتن كبار ليهم ادوار معاك. هم بصراحه كلهم يعني بتكلم بمنتهى الامانه كلهم واقفين جنبي، وكابتن ربيع ياسين قال الكلام ده، قال ان انت شايف ان جمهور اللي بيحبك شايف ان الاداره بتعزك واقفه جنبك، ما حدش اتخلى عنك، الناس عايزاك والناس متمسكه بيك والناس بتديك فرصه واتنين، ناس بتحبك. فكل الكلام ده انا فاهمه كويس جدا. بيتكلم معايا طول الوقت كابتن سيد معوض، سيد عبد الحفيظ، كابتن علاء ميهوب، كل دول بيتكلموا معايا بشكل كويس، بشكل ايجابي، عايزين ان انا ابان بشكل كويس خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. يعني صالح كده واحنا بنتكلم، طبعا انت بسم الله ما شاء الله عامل رد فعل على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، سؤال الحلقه او هاشتاج الحلقه اسال صالح، ف يعني كلام كتير جدا وكلام ناس بتحبك يعني. حسين علي بعت لك بيقول لك افتح صفحه جديده مع نفسك واجتهد، هتعمل لنفسك تاريخ كبير وشرف ليك يا نجم انك بتلعب في الاهلي وبالتوفيق. ده حاجه. الحاجه الثانيه، وحشتنا يا كابتن صالح واملنا فيك بعد ربنا كبير. بدري سيد بيقول لك انا نفسي تنتظم ونشوف شغلك ومستقبلك، وخساره موهبه زيك ما تديش النادي الاهلي. يعني فتحي الاهلاوي بيقول لك بنحبك يا صالح، اهل اسوان بتدعم صالح جمعه وربنا معاك يا كابتن. مصطفى بيقول لك احنا عندنا امل كبير فيك، يا رب تكون قده، احسن لعيب في افريقيا ان شاء الله. واحد تاني بيقول لك حمدان محمد بيقول لك مش ناوي تلتزم بقى يا صالح وتصالح الجمهور اللي زعلان منك. وابراهيم عز بيقول لك ان شاء الله تبقى اقوى من الاول واحسن من الاول وهتبقى نجم مصر. تعليقك كده بسرعه قبل ما نكمل. طبعا يمكن كل الكلام ده يعني بيحط على صالح ضغط كبير جدا ان هو ما يكسبش كل الناس اللي بتتكلم دي. خد بالك يعني، حتى قبل ما ارجع النادي الاهلي قبل ما اجود في التمرين وكل الكلام ده كان بيوصل لي بصراحه يعني، عمر ما حسيت ان الجمهور زعلان مني، ولا عمري حسيت ان انا لما بقابل الناس في الشارع حد مثلا بيضايقني بكلمه، لا ده طول الوقت ان انت موهبه، ان انت لعيب كويس، ما تاثرش في حق نفسك، دايما الكلام بيبقى بالايجاب. فانا في فتره كنت مستغرب ان يعني حب الناس دي كلها، هل انا مش عارف احس بيه؟ والدتي حتى لما كانت تروح حته وتتكلم مع حد فحد يقول لها ده والده صالح بجد والده صالح؟ طب قولي له احنا محتاجينه وبنحبه. فتكلمني، تقعد تتكلم معايا، تقولي الناس بتحبك، دي نعمة لازم تحافظ عليها، ما تزعلش الناس دي كلها منك، لازم تشد حيلك في تمرينك وفي شغلك وكل الكلام ده. فطبعا يعني أنا مش هوعد الناس دي هتشوف فترة تانية خالص، هتشوف شخص تاني خالص،
هيبقى ردي على الناس دي كلها في الملعب ان شاء الله باذن الله. هل وجود الكابتن محمد يوسف على راس القياده الفنيه وهو عارفك وقعد معاك لما كان مدير كوره مفيد لصالح في الفتره اللي جايه؟ هو عارف مستوى صالح جمعه ايه، وبالتالي اول ما يكون صالح جاهز كابتن يوسف هيستعين بصالح جمعه، غير لو مدرب جديد مش عارف امكانيات صالح وبالتالي هيصبر لحد ما يشوف مستواه في التدريبات. بالظبط، هو الكابتن محمد يوسف اتكلم معايا بصراحه، قال لي انا شفت البرومو بتاع الحلقه بتاعتك، وقال لي احنا محتاجينك، وقال لي انا حابب ان انت خلال الفتره اللي جايه دي بدايه من شهر يناير من واحد تبقى فت 100% الفريق محتاجك، امكانياتك كويسه، امكانياتك كبيره، تقدر انت تساعد الفرقه، فتاثرش في حق نفسك يا صالح. دايما بصراحه خلال الفتره اللي فاتت بيتكلم معايا بشكل مستمر، رحت قعدت معاه كل يوم، بيجي يطمن عليا في التمرين، يجي لحسين يطمن عليا، يطمن على البرنامج بتاعي، فهو شخص محترم جدا ووقف معايا خلال الفتره اللي فاتت دي، فاتمنى له التوفيق خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله في المباراه الباقيه خلال الشهر ده ان شاء الله. صالح، يمكن انت كمان كنت موجود مع النادي الاهلي في فتره قبل احترافك للسعوديه وشاركت وتألقت، جالك اصابه، يعني تقييمك للفتره اللي انت شاركت فيها مع النادي الاهلي، هل انت شايف صالح جمعه، هل ده الاكتر مستوى ممكن صالح جمعه يوصل له، ولا لسه صالح عنده المزيد وانه كتير يدي النادي الاهلي؟ انا لما كان يعني في فتره كنت بشارك وبسجل وبصنع اهداف، وكنت اكسب احسن لعيب في الشهر واحسن لعيب في المباراه وكل الكلام ده، كان دايما الناس اللي ربت صالح جمعه زمان كمثلا كواحد منهم مدير القطاع الناشئين بي ام بي كابتن امام محمدين، او مدربين مرنوا صالح جمعه او كابتن ربيع او ناس كتيره جدا، بعد ما اكسب افضل لاعب في المباراه او افضل لاعب في الشهر اسجل اصنع في الاستوديوهات التحليليه الناس اللي لعبت معايا كله يقول لك لا هو عنده اكتر من كده بكتير. ده هو عنده طبعا، ده هو لسه عنده طبعا، ده هو لسه عنده، كلنا بنقول كده بالظبط. فانا شايف ده صالح بيعمل عليك ضغوطات، ولا انت كلاعب صغير في السن قدرت تحصل على لقب افضل لاعب في افريقيا وبطوله افريقيا للشباب ولعبت كاس عالم ولعبت الاولمبياد، هل الموضوع ده بيعمل ضغوطات عليك ولا بيحفزك؟ لا انا شايف ان الموضوع بيحفزني يعني بشكل ايجابي، يعني ان انا الناس بتثق فيك والناس بتثق في قدراتك والناس بتثق ان انت لعيب كويس وان انت عندك امكانيات وكل الكلام ده، وناس لعبت كوره وناس لعبت في انديه كبيره ومنتخبات وشاركت في بطولات كبيره، في النهايه تبقى بتثق فيك وبتتكلم عليك بالشكل ده، فده بتبقى انت مبسوط، بتبقى بالنسبه لك حاجه ايجابيه في حياتك ان انت تقدم المزيد، خصوصا ان انت لما انا باجي حتى اسمع كلام من حد دايما ببص للشخص ده، لعب ما لعبش، الشخص ده لعب كوره لا، في منهم اشخاص لعبوا وتالقوا وكسبوا وكانوا في حته تانية خالص، فبالنسبه لي كلام كان بيبقى ايجابي. يعني مين من لعيبه الاهلي اللي انت شايف لما بتيجي كده تسرح وتفتكر تاريخ النادي الاهلي عايز تحقق نفس البطولات والانجازات والشهره اللي حققها مع النادي الاهلي طوال تاريخه؟ انا نفسي احقق شهره وحب وبطولات ونجوميه عماد متعب. عماد متعب بتحب عماد متعب جدا وتربطك معاه صداقه قويه جدا؟ انا بحبه جدا، وكنت يعني الفتره اللي كان هعتزل مش هعتزل همشي مش همشي كانت فتره بالنسبه لي صعبه بصراحه، يعني يمكن انا قضيت مع عماد متعب سنتين في اوضه واحده في المعسكرات، فلا يعني شخص انا مش عارف اوصفه، يعني انا لو اتكلمت عليها هبقى مش ما اديتوش حقه، بكلمه بمنتهى الامانه. يعني سنتين قعدنا في نفس الاوضه؟ سنتين في نفس الاوضه. طب مين اللعيبه صالح اللي انت ما كنتش يعني لا يمكن تقعد معاه في الاوضه، لا يمكن في معسكر كده تغريد يقول لك اقعد معاه، تقول لا انا مش هقعد معاك، ما اقدرش اقعد معاك؟ لا هو دايما انا حظي كويس ان عماد متعب كان بيقعد مع رمضان، ورمضان سافر فبعدين قعدت انا معاه، فده كان حظي كويس ان انا فضلت قاعد معاه فتره، لكن لا يعني. طب يعني مين اللعيب اللي بيقعد ينكش كده في النادي وانت وهو عاملين زي نقر ونقير؟ كان حسين السيد طبعا، ده ملوش حل يعني، مشكله حسين. حسين الصراحه دم خفيف يعني يعني دلوقتي طبعا احنا قاعدين بنتكلم في حوار، لكن انت على المستوى الشخصي لا انت دم خفيف جدا وبتهزر وبتعرف تمسك كل واحد كده من حته. هم بيخافوا يقعدوا معايا في الاوضه. صح يعني انت هم اللي بيخافوا منك. هم بيخافوا مش العكس. لا هم اللي بيخافوا مني يقعدوا معايا في الاوضه. يعني صالح عايز اتكلم معاك على الاعلام.
وهل انت شايف ان الاعلام الفتره الاخيره هل انت شايف انه واقف معاك؟ هل انت شايف انه واقف ضدك؟ هل انت شايف ان الاعلام في حاجات بيتناول فيها مواضيع لصالح جمعه مش صحيحه ومحتاج ان الاعلام يتجه الى ان هو يبقى فيه شويه مصداقيه تجاه اي خبر بيتقال على صالح جمعه؟ هي المفروض المصداقيه دي تبقى تجاه اي حد. المصداقيه دي خاصه في شغل الاعلام هي حاجه مهمه جدا. دي حاجه. تاني حاجه انا شايف ان الاعلام خلال الفتره اللي فاتت دي واقف معايا. يمكن انا كمان عشان بحب اقرا كتير فدايما بتابع قنوات معينه، جريده معينه، موقع معين، في حاجات في مواقع في واقفه جنب صالح بمنتهى الامانه، وفي مواقع وفي صحفيين وفي ناس بتتعند يعني ان هي تكتب تتكلم على صالح. في الفترة اللي فاتت دي كابتن سيد عبد الحفيظ طلع اتكلم ان صالح ملتزم وصالح بيبقى موجود اول واحد في التمرين في النادي وبمشي اخر واحد من النادي، يعني انا بوصل اول واحد النادي خلال الفترة دي وبتمرن وبقعد انام في النادي، بيبقى عندي تمرين تاني الساعة 3 الصبح وبعد الظهر موجود بين التمرين، فبكتشف ان بدل ما حد يتكلم يعني انا يعني خلاص انا حطيت ورقة قدامي كده ان انا عارف مين اللي معايا ومين اللي عليا. ففي الاول والاخر انت ما عندكش اوبشن غير واحد، هو بس ملعب وان انت ما تمسكش حد حاجه عليك وان انت طول الوقت تصحى بشكل كويس. يعني انت كل حاجه انت كنت بتخش بتسبب لك مشكله في حياتك، كل حاجه انت كنت بتعملها بعد كده بتحصل لك منها مشكله، هتبقى مستحيل ان انا اقررها. يعني تعال نشوف الجمهور هيتكلم عليك ويقول لك ايه، ويعني بعض النصايح للجمهور وبعض الاراء للجمهور هيتكلم عليها لصالح جمعه. هنروح لتقرير مع جمهور النادي الاهلي وكلامه عن صالح جمعه، نرجع نكمل مع حضراتكم. صالح رأى صالح من المرمى فاضي، صالح جول، افتتح الاهداف في الشوط الاول وبيفتتح الاهداف في الشوط الثاني، جول صالح جمعه. كابتن صالح جمعه لاعب كبير، لاعب عظيم، لعب المنتخب الوطني قبل كده كذا مره، وان شاء الله ان شاء الله صالح جمعه يقدر يؤدي مكان عبد الله السعيد طبعا ان شاء الله، عشان الاهلي محتاج دلوقتي صانع العاب. كابتن صالح جمعه كابتن ممتاز وهو الوحيد اللي هيعوض مكان عبد الله السعيد، وكابتن عبد الله السعيد رحله كان صعب بس كابتن صالح جمعه هيعوض مكانه ويبقى احسن في الاهلي ان شاء الله. في نظر انا ممكن صالح جمعه يقدم شغل حلو في مكان عبد الله السعيد قوي. راجل كان بيلعب في المنتخب وراجل كان ليه اسمه، فياريت يكون مكان عبد الله السعيد ويعمل مجهود اكتر من الاول على سبيل الدراكت هتتبع عليه الحمل، ونادي الاهلي نادي عظيم وربنا يوفقه ان شاء الله. بحب كابتن صالح جمعه جدا وشايف ان هو من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر ويمكن في افريقيا. من اول يوم جه في الاهلي كنت نفسي ان هو يكمل، وشايف ان هو يعني هيبقى احسن لاعب في مصر. اتمنى ان هو يستمر في النادي الاهلي، واتمنى ان المدير الفني يركز عليه. صالح يا جمعه عايزينك ترجع زي زمان وتعوض عبد الله السعيد وتثبت ان انت لعيب موهوب. صالح جمعه لعيب جميل ولعيب صانع العاب جميل، ولازم بعد حسام غالي يكون صالح جمعه ان شاء الله. هو يعني الفتره الجايه دي ان شاء الله باذن الله كده بدا التمرينات وبدا يلتزم والدنيا تبقى جميله معاه ان شاء الله. الفتره الجايه دي انا يبقى لعيب جميل وان شاء الله ربنا ييسر الامور الفتره الجايه دي. اولا هو من افضل اللاعبين خط الوسط في مصر بل الوطن العربي كله، وخاصه ان هو المكان بقى شاغر جدا في حتى مع منتخب مصر مش مع الاهلي بس. وكابتن صالح جمعه من اللاعبين المميزين جدا وعليه مهمه كبيره جدا. اولا هو افضل من جاء في خط الوسط بعد ابو تريكه، وهو هيعوض فعلا مساحه كبيره جدا في خط الوسط النادي الاهلي، وطبعا الالتزام اهم شيء، وان شاء الله هيوفق بشكل كبير، وان شاء الله الدوري الاهلي باذن الله. لعيب كويس جدا في خط النص، وان احنا كلنا بنحبك وكلنا وراك وبنشجعك وهنفضل وراك، وشد حيلك كده وان شاء الله يعني ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. هو لاعب كويس جدا ولازم يشتغل على نفسه شويه، واحنا عايزينه يرجع وبنحبه جدا. كابتن صالح جمعه نجم كبير جدا في النادي الاهلي طبعا، والمستقبل بالنسبه له جاي، محتاجينه جدا احنا كجماهير منتخب مصر كلها بغض النظر عن النادي الاهلي. بنقول صالح جمعه انت مستقبلك جاي، سيبك من كلام الناس ورد عليهم في الملعب، المنتخب بيحتاجك برده الفتره الجايه دي، فترتك تقدر ترد على الناس، ويا ريت الرد يكون في الملعب. الكابتن صالح جمعه لعيب كبير وعنده امكانيات وعنده موهبه، فحرام ان هو ما يستغلهاش. وبقول له يا كابتن صالح الجمهور مستنيك والمنتخب مستنيك والنادي مستنيك، تعالى على نفسك شوية
وما تفوتش الفرصة، امسك في الفرصة بإيدك وسنانك، عشان بعد كده الفرصة ما بتجيش إلا مرة واحدة يا صالح، وانت لعيب كبير وموهوب، ونتمنى ان احنا نشوفه في احسن مستوى. اقول لصالح جمعه، انت لعيب ممتاز جدا والمفروض تاخد فرصتك دلوقتي، لان وسط النادي الاهلي مفيش لعيبه متمركزه اللي هي تبقى متعود عبد الله السعيد او محمد ابو تريكه، فصالح جمعه المفروض يمسك في الفرصه بتاعته، وهو لعيب مهاري جدا وان شاء الله خير. استناك ترجع اقوى يا كابتن، وعايزين نشوف فيك تريكه وعبد الله السعيد، و يعني عايزين نشوف صالح جمعه بتاع زمان. بنحبك يا كابتن جدا، وعايزين ترجع زي زمان وتقدم لنا حاجات جديدة وتبقى معانا كويس إن شاء الله. مفيش لعيب في الأهلي خد الفرص دي كلها، ما أعتقدش إن في لعيب في الأهلي خد الفرص دي كلها، لكن إحنا عشان قد حبنا ليه واقفين وراه. صالح جمعة أحسن لاعب صانع ألعاب في مصر كلها، بس يلتزم ويكون راجل في الملعب ويكون خليفة أبو تريكة إن شاء الله. أتمنى إن هو يرجع لمستواه ويقدم يعني كرة كويسة تليق بالنادي الأهلي، أكيد هو خد درس كويس واكيد هيعرف دلوقتي قيمه النادي الاهلي، وان شاء الله يرجع لمستواه. اقول للكابتن صالح جمعه ربنا يوفقه بقى، الساحه دلوقتي مفتوحه، عبد الله السعيد ماشي هو دلوقتي اللي موجود، فاحنا نتمنى فيه خير، اللي هو بقى يلتزم عكس الاول وربنا يكرمه معانا، اللي احنا نتمنى خير للاهلي وهو دي فرصته بقى كده، هو ما عندوش حاجه، ربنا يوفقه ان شاء الله ويلتزم ويشد حلو في الاهلي كده ان شاء الله ويقوم على الاهلي ان شاء الله. اتمنى ان الكابتن صالح جمعه يرجع لمستواه تاني ونشوفه في الملاعب تاني، ويبقى يعني لمصلحة نادي ونادي الأهلي، عشان احنا كلنا ورا الفريق ده. صالح جمعة مش يعني مش هنعرف نجيب زيه تاني خالص، لو دورنا في أي حتة مش هنجيب يعني حد تاني زي صالح جمعة، فياريت أساسا يعني هو يبقى في التزام ما بينه وبين النادي الأهلي، لو التزم صالح جمعة هيبقى أحسن لعيب، مش عايز أقول لك في متهيألي في أفريقيا خالص يعني وفي العالم كله، يعني لو صالح جمعة المفروض بيلعب في دوري أوروبي يعني ياريت، بس في التزام شوية بس. يركز في التمارين ويركز في شغله، وإن شاء الله يبقى أحسن خط وسط مهاجم في مصر إن شاء الله وفي أفريقيا كلها إن شاء الله. صالح رأى صالح من المرمى فاضي، صالح صالح جول، افتتح الأهداف في الشوط الأول وبيفتتح الأهداف في الشوط الثاني، جول صالح جمعة. لسه مكملين مع نجم حلقه الاهلي الليله صالح جمعه. صالح، سمعت اراء الجمهور؟ يعني الجمهور بيحبك قوي قوي، يعني انا كل شويه فعلا بعرف ان الجمهور الاهلاوي بيحب حاجه اسمها صالح جمعه، وهم مستنيينك على فارغ الصبر. تعليقك بقى على الكلام اللي انت سمعته ده كله. طبعا يمكن انا كنت مركز في كل واحد بيتكلم، وزي ما انا قلت لك يعني دي حاجه انا كنت حاسسها يعني من ساعه ما جيت النادي الاهلي، ولما بقابل الناس في الشارع وموجود طول الوقت ببقى حاسس الحته دي من جمهور النادي الاهلي. فانا بجد مش عارف اقول ايه، يعني مش عارف اقول لهم ايه، يعني انا زي ما انا قلت لك ان فعلا هي فتره مختلفه، هي فتره لازم الواحد يبقى جدع وراجل مع الناس اللي بتتكلم دي كلها، الناس اللي واقفه جنبي دي، لازم الواحد يبقى جدع وراجل مع نفسه ومع الناس دي، ولازم ما يكسرش بخاطر الناس دي، ولازم يبقى في وقفه مختلفه ده الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن سيد يقول لك ايه بقى؟ كابتن سيد الحفيظ. كابتن سيد يعني بص، كابتن سيد طيب يعني زي ما انا قلت لك في الاول، وكابتن سيد يعني هو لما كلمني حتى بيكلمني في حته ان الناس بتحبك، وان 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 الناس تبقى بتحبك، دي نعمه من عند ربنا انت لازم تحافظ عليها. وحتى خلال الفتره اللي فاتت دي لما كلمني وقال لي صالح ارجع تبقى موجود في التمرين، حاطين لك برنامج بدني ليك وكل الكلام ده، وان ربنا لما بيحب حد هي دايما الفرصه بتيجي مره واحده، لكن صح. لما الفرصه تجي لك مره واثنين وثلاثه يبقى انت جواك حاجه كويسه انا مش عارفها. قال لي يعني لما ربنا يديك فرصه مره اثنين وثلاثه يبقى دايما البني ادم بيبقى جواه حاجه كويسه، حاجه ما حدش يعرفها، عشان كده ربنا بيديله مره واثنين وثلاثه. فقال لي انا مش عارفها ايه هي، ربنا وحده يعلمها، لكن انا عايزك تركز الفتره اللي جايه مع الفريق وفي برنامج بتاعك وكل الكلام ده. يعني صالح، عايز اخدك لولايه مستر مارتن يول، وكان ليك تصريح ان مستر مارتن يول انت قلت ان هو استفاد فقط من 10 لعيبه من ضمن 30 لاعب موجود. هل انت شايف ان الكلام ده حقيقي، وان مستر مارتن يول معرفش ان هو ياخد المميزات اللي موجوده في ال 30 لاعب واقتصر فقط على 10 لعيبه كانوا موجودين؟ لا، هو انا ممكن كلامي على مارتن يول يبقى الناس تفهمها
بطريقه غلط ان انا ما شاركتش مع مارتن نيوت، لكن هو بكلمك بمنتهى الامانه هو ما استفادش من كل اللعيبه الموجوده من اول يوم، حتى من اول محاضره اللعيبه كلها كانت دايما بعد المحاضره كلنا اتكلمنا مع بعض ان هو في حاجه غلط. يعني اول محاضره كنا في، مش هنساها يعني، اول محاضره كنا موجودين في اوتيل رينيسانس اللي هو او رادسون بلو اللي في اسكندريه، كان عندنا مباراه وجالنا بعد المباراه واتكلم معانا وكان مسك الفريق، المحاضره ما كانتش بالنسبه له، هي دي بدايه المشاكل مع اللعيبه كلها من اول يوم ليه يعني. فانا شايف ان هو كان جه مسك الفرقه كنا اعتقد فارق 12 او 15 بونت، فنشنا الدوري في اخر مباراه بصعوبه جدا يعني، كان الدوري حتى هيضيع، ما كان مشاكل كتيره جدا مع اللعيبه، فانا شايف ان هي ما كانتش فتره يعني ناجحه بالنسبه له يعني. يعني هل انت شايف ان صالح جمعه ممكن يتقبل اراء مدربيه سواء بالايجاب او بالسلب، ولا صالح ممكن راي سلبي ياثر فيه او يضايقه او ما يعرفش ان هو يتقبله بصدر رحب؟ في البدايه كان الموضوع كده يعني، في كان في اراء او في معامله او في اسلوب معين انا ما كنتش بتقبله، لكن دلوقتي انا هتقبل كل حاجه يعني، اي معلومه، اي حاجه تفيد صالح، اي حاجه تخليني كويس او لا يعني، هيبقى صعب ان انا اتعامل زي خلال الفتره اللي فاتت يعني. ازاي صالح ممكن يواجه نفسه، او ازاي صالح بيتكلم مع نفسه في الفتره الاخيره، او ازاي صالح بيقيم نفسه عموما؟ هل صالح بيقيم نفسه بالتدريبات؟ هل صالح بيقيم نفسه بالمباريات؟ هل صالح بيقيم نفسه بره الملعب؟ تقييمك بيبقى عامل ازاي لنفسك؟ تقييمي يعني مع نفسي، لما بقعد اتكلم مع نفسي تقييمي الاولاني دايما بيبقى بره الملعب. بتمرن كويس، باكل كويس، محافظ على وزني، حاجات كتيره جدا في حياتي الشخصيه. دي اول حاجه بالنسبه لي، لان دي الحاجه الوحيده، تمريني وحياتي الشخصيه هما اللي هيخلوني اظهر بشكل كويس في المباريات، هما اللي هيخلوني فت، هما اللي هيخلوني بوقف على رجليا بشكل كويس. فدي الحاجات اللي بفكر فيها. خلال الفتره اللي فاتت كان لازم واقفه مع نفسي يعني، كان لازم يعني اقيم الفتره اللي فاتت، الاخطاء اللي انا وقعت فيها، الفترات اللي انا نجحت فيها في حياتي كنت بعمل ايه، الفترات اللي كنت ببعد فيها كنت بعمل ايه. فده كل ده قعدت مع نفسي وشفت ايه اللي كان بينجحني وايه اللي كان بياخرني. فانا شايف ان خلال الفتره اللي جايه يعني مش هينفع اي حاجه خالص غير ان الواحد يعيش حياته كلاعب كره قدم، يعمل كل الحاجات اللي كانت بتنجحه خلال الفتره اللي فاتت عشان يوصل لاحلامه، عشان يوصل للطموحات اللي هو حاططها لنفسه لاهدافه يعني. صالح لما جيت مصر كنت محترف وجيت مصر واخترت النادي الاهلي، هل انت كنت يعني وجودك في النادي الاهلي او اختيارك للنادي الاهلي ده كان بدون اي تفكير؟ يعني انا هاجي مصر، هاجي على النادي الاهلي، ده اختيار اول بالنسبه لي، مش هفتح اي مجالات موجوده للتفاوض مع اي نادي في مصر غير النادي الاهلي. انا يمكن انا في فتره البرتغال قبل ما اجي النادي الاهلي كانت الفتره الاخيره كانت كلها كلام، كنت بروح اقعد مع الناس بتوع بورتو، كان الايجنت بتاعي بيروح يقعد مع ناس بتوع سبورتنج لشبونه، كان في كلام من بنفيكا، كان في كلام من انديه بره، فكنت خلاص واخد قرار ان انا مبسوط، ماشي في شكل كويس هنا في البرتغال طبعا، الانديه ابتدت تتكلم عليا، ابتديت خلاص اخد الطريق اللي هو انا في اوروبا هكمل هنا، لحد مكالمه النادي الاهلي. النادي الاهلي كلموني، المسؤولين في النادي الاهلي كان كابتن علاء عبد الصادق كلمني طبعا، فطبعا يعني سبحان الله يعني وافقت، حتى لما عبد الرحمن مجدي كلمني وقال لي يا صالح والنادي وكلموني، قلت له انا موافق يعني، انا موافق 100%. ما فكرتش ثانيه ان انت تدي بعض المجالات خالص يعني؟ ما فكرتش، قلت لو الموضوع الاهلي، انت موضوع الاهلي يخلص مع امبي وهرجع النادي الاهلي، اروح على النادي الاهلي، انا هرجع مصر. الموضوع مش هينجح، تفضل موجود في، هفضل موجود في البرتغال وهكمل في البرتغال وانا مبسوط. صالح انت لعبت يمكن في انديه محليه، لعبت في انديه واحترفت خارج مصر سواء في البرتغال او في السعوديه، ايه اللي النادي الاهلي انت شايفه مختلف عن بقيه الانديه في النظام وفي اللعيبه وفي الالتزام والسلوكيات والاخلاقيات، ايه اللي انت ممكن تكون شايفه في النادي الاهلي مش موجود في اي نادي تاني؟ لا هو كل حاجه مختلفه في النادي الاهلي عن اي نادي انا لعبت فيه بره. يمكن الحته الاداريه وحته الاحترام وان المسؤولين في النادي الاهلي بيبقوا محترمين ومؤدبين زياده عن اللزوم، هي حسيتها في نادي امبي، المسؤولين نادي في امبي
نفس الكلام يعني بنطبق عليه طبعا طبعا. بحس ان مع الفارق بحس نادي انبي شبه النادي الاهلي في احترام مسؤوليه في ان هم ما فيش اي مشاكل، بيوفروا كل الاجواء المناسبه للاعيبتهم، نادي ما بيتاخرش في اي حاجه، في مشاكل في رواتب، في مقدمات، في كل حاجه مع لاعيبتهم. فدي حاجه. تاني حاجه طبعا الشعبيه الكبيره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الكبير. يعني انت بتلعب في البرتغال، بتلعب في انبي، بتلعب في السعوديه، بتلعب في اي حته. تمام. يعني انا في البرتغال يعني في كل مباراه اسيست واثنين وثلاثه واربعه والكلام ده كله، بس ما حدش حاسس بيك. في النادي الاهلي بتعمل كده، بتعمل باص، بتعمل اسيست، بتعمل ترقيصه بشكل معين، بتلاقي الناس كلها بتتكلم عليها. ده الفارق الكبير، ده الفارق الكبير، ان بيبقى وراك جمهور كبير جدا، وراك نادي قوي جدا واقف في ظهرك، بيبرزك، بيخلي الناس، بيخليك كده نجم زي ما هم بيقولوا، فاهم؟ فدي حاجه حطيتها في النادي الاهلي. الاحترام اللي دايما متبادل ما بين اللعيبه الكبيره، اللعيبه الموجوده في الاوضه. يعني احنا لا يجرؤ لعيب يقول لفظ في اوضه اللبس في وجود حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور ووليد سليمان واكرام. تربيه يعني نادي الاهلي التربيه طبعا طبعا طبعا. اللعيبه الكبيره دي لما تخش الاوضه بتسلم معاهم، تخش الاوضه طبعا يعني انت لا انت قاعد واخد بالك من كلامك، واخد بالك من تصرفاتك، لان انت معاك ناس في الاوضه، ناس يعني اسماء كبيره وما بيسمحوش بالكلام ده كله. فحتى العمال، كل الناس موجود. يعني لا يعني بصراحه حاجه، انا كنت بروح بحب النادي الاهلي في الاول. لما رحت النادي الاهلي كنت حابب ان ابقى موجود في النادي الاهلي، لكن لما دخلت النادي الاهلي وعشت جوه ولبست تيشيرت النادي الاهلي، الموضوع بقى مختلف. يعني حبك بقى انت شفت الكيان، وشفت الجمهور، وشفت الناس، شفت كل حاجه، اتعاملت مع اللعيبه، انت اصلا كنت بتحلم ان تبقى موجود معاه في يوم من الايام. فالموضوع قلب خالص بقى، بتبقى مشجع بقى اهلاوي يعني. طيب تعالوا نروح للجمهور واسئله، وانا هسالك يعني هقول لك كل واحد بيقول لك ايه وانت ترد عليه. محمد باقر بيقول لك يا ريت يا كابتن صالح تقول لنا هتتعامل ازاي في الفتره اللي جايه، ويا ريت تقول لنا لو في عروض نفسه الاهلي في ضمك ولا لا. ربنا معاك، واحنا كجمهور الاهلي وراك على طول ان شاء الله. زي ما قلت لك انا بوعد الناس دي ان الفتره الجايه تبقى مختلفه، وعدوا بان ان شاء الله باذن الله الدنيا هيشوفوا صالح مختلف تماما، هيشوفوا اداء مختلف تماما، هيشوفوا يعني راجل يعتمد عليه خلال الفتره اللي كريم السيد بيقول لك لو لعبت ورجعت لمستواك وجاي لك عرض احتراف هتحترف ولا تفضل في الاهلي؟ يعني سؤال اكيد عايز يعرف اجابته منك. اجابته ان انا ما اعتقدش لو انا لعبت ورجعت لمستواي، اعتقد مش هفكر في حاجه ثانيه غير النادي الاهلي، لان هو الوحيد اللي وقف جنبي، وهو الوحيد اللي رجع صالح جمعه لمستواه، وهو الوحيد اللي وقف مع صالح كلاعيبه وكجهاز وكمسؤولين، فاعتقد هيبقى صعب يعني. محمد شوقي ابو المعاطي اللي نفسي صالح جمعه يلعب لصالح الاهلي ويموت نفسه، علشان احنا كجمهور اهلي حاطين عليه امل كبير، ارجوك يا صالح كون قد المسؤوليه. ان شاء الله باذن الله. عبد اللطيف الشاذلي من الكويت بيبعت لك، يقول لك صالح جمعه باختصار عندك امكانيات مش موجوده عند لاعب في مصر حاليا، اتمنى انك توظفها لصالح جمعه وللنادي الاهلي عشان احنا كلنا بنحبك. يعني معانا حاجات كتيره جدا من الجمهور، احنا بنحاول ناخد على قد قدر ممكن. لكن محمد سعد الحمزاوي بيقول لك ربنا معاك يا كابتن صالح، وان شاء الله هترجع اقوى وكلنا معاك، واحنا عارفين كويس جدا مين هم اللي عايزين مصلحتك ومين اللي مش عايزين مصلحتك، سيبك من اي حاجه وركز في الملعب. جميل قوي يا صالح ان الجمهور حتى يعني حاسس بيك بالظبط، وعارف مين اللي عايز مصلحه صالح ومين اللي عايز يضر بمصلحه صالح بالظبط. يعني دي حاجه تفرحني، وان يبقى حتى الناس اللي بتحبك تبقى مركزه في حياتك ومركزه مين بيحب صالح. خد بالك يعني زي ما انا قلت لك، يعني في ناس بتبقى تحس ان هي لعبت كوره قبل كده، تحس ان هي اتحطت في مواقف دي، مش شرط في المجال ده، ممكن يبقى في مجال تاني خالص، حاسس ان صالح مظلوم، او حاسس ان المشاكل دي انا واجهتها قبل كده. فطبعا كل دي مشاعر، يعني مشاعر حب وحاجه يعني حاجه بسطاني، مش عارف اقول لهم ايه بصراحه يعني. لا يعني بصراحه والله العظيم هفضل اقول كده واعيد وازيد ان الجمهور النادي الاهلي فعلا بيحبك وفعلا بيقدرك، وهو عارف
يعني ايه صالح جمعه؟ الجمهور عاش معاك يا صالح في امم افريقيا وشافك، وكان الجمهور الاهلي اكيد بيتمنى ان انت تكون موجود، لكن عايز اسالك بقى عن اهم لحظاتك اللي انت ممكن تفتكرها مع النادي الاهلي بشكل خاص طبعا وبشكل عام في مسيرتك الكرويه كلها. ايه اهم اللحظات اللي انت ممكن تفتكرها مش قادر تنساها؟ يعني يمكن في كل بطوله كنت بكسبها مع النادي الاهلي، يعني يمكن البطوله الوحيده اللي انا توجت بيها قبل ما اروح النادي الاهلي كان كاس مصر مع انبي، وبطوله افريقيا للشباب مع منتخب الشباب. بعد كده كان نفسي ان انا اكسب دوري، كان نفسي ان انا اكسب سوبر، كان نفسي اكسب بطوله افريقيا، كان نفسي اشارك في كاس عالم انديه، كل الكلام ده. طبعا لما جيت النادي الاهلي كنا لسه خسرانين دوري، الحمد لله قدرت ان انا اكسب مع النادي الاهلي 3 دوري بعدها، الحمد لله كسبت 2 سوبر، كسبت كاس مصر بعد 10 سنين الحمد لله. ما شاء الله انت واخد بطولات كثيره جدا مع النادي الاهلي. الحمد لله. انا بقول لك يعني انا لسه ما كملتش 3 سنين في النادي الاهلي، كسبت بطولات كتير يعني مع النادي الاهلي. عقد صلاح هيخلص امتى مع الاهلي؟ انا جددت طبعا للنادي الاهلي على بياض. طبعا كابتن سيد، لسه هقول لك كابتن سيد يعلم هذا قبل ما اسافر. يعني صالح ما اتكلمش في حاجه، ما اتكلمش في عدد سنين، ما اتكلمش في فلوس. صالح مضى على طول. انا مضيت في النادي الاهلي 5 سنين. جالي السعوديه بعد سنتين ونص، اعاره سنه ونص. فالمفروض ان انت بتطلع اعاره سنه تمضي مكانها سنه، تطلع سنه ونص تمضي مكانها سنه ونص. لكن الكابتن سيد عارف الموضوع ده، ان انا وانا مسافر السعوديه عقد ورقه بيضاء كتبت فيها اسمي صالح 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 صالح، قعد اديته الكابتن سيد وسافرت. ولا اتكلمت في اي حاجه خالص؟ خالص خالص، لان النادي الاهلي قدرني لما انا جيت من بره. النادي الاهلي قدرني، والنادي الاهلي عمره في حياته ما كنت انا محتاج حاجه واتاخروا عليا فيها بكلمك بمنتهى الامان. ومش معانا بس، مع كل اللعيبه الموجوده بصراحه يعني. فده كل ده يعني انا عارفه كويس يعني. فانت بتمضي في النادي الاهلي وانت واثق ومتاكد الناس دي مش هتاخر عليك في حاجه، وهتديك اللي ليه بيك وزياده. ايه رايك في الصوره دي؟ لا ده كانت يعني، خد بالك انا مضيت عشان الناس ما تفتكرش ان انا ما بعرفش امضي يعني. هو انا عارف هو بتبقى امضى وبتبصم رغبه، الاثنين دي لازم يبقى عندك رغبتك في ان انت عايز تلعب نادي الاهلي. النادي الاهلي فدي كانت جلستي مع مسؤولين نادي انبي والنادي الاهلي ساعه توقيع العقود يعني. يعني صالح برضو عايز اسالك على يعني نقطه تحول في مشوارك الكروي. لعبت في انديه داخل مصر وخارج مصر، لعبت مع المنتخبات، لكن اكيد في نقطه تحول في حياتك كانت مهمه جدا، وهي اللي كانت السبب في ان صالح جمعه يبقى صالح جمعه لاعب الكبير، لاعب منتخب مصر للشباب، ولاعب المنتخب الاول، ولاعب النادي الاهلي. ايه هي النقطه اللي خلتك غيرت مسار حياتك كلها؟ غيرت مسار حياتي خلال الفتره اللي فاتت كرويا نجمت صالح جمعه يعني. يعني حاجه صالح جمعه عملها فرقت معاه في مشواره، قرار اخده سواء ان هو يطلع بره مصر، ان هو يرجع النادي الاهلي تاني، ان هو صالح الفتره الاخيره دي اخذ قرار وقفل على نفسه علشان خاطر يرجع تاني. ايه هو اهم قرار صالح اخده خلاه يغير خريطه حياته في الكوره؟ هل كانت في بداياتك؟ هل مثلا انت كنت بتلعب كره قدم في الاول قبل ما كنت بتروح انبي؟ لا خالص. انا طبعا من مواليد جنوب سيناء. في ناس تسأل بتقول لك انت منين؟ من جنوب سيناء. لا من جنوب سيناء. والدتي مولود في مدينه ابو زنيمه. ووالدي وعمامي كلهم عايشين في طور سيناء. تمام. واهلي كلهم في سيناء يعني. طبعا. كل المدن هناك. احنا عيله كبيره يعني هناك. ما شاء الله. فطبعا كان يعني ما كانش في الاوبشن ده زمان ان انت تخرج من سيناء يعني. حتى لما كنت بتكلم مع والدي وانا نفسي اروح اعمل اختبارات. احنا مش عايزين نضيع وقت. كره ايه ومش كره ايه؟ مره في يوم من الايام هو كان رايق يعني، فهو وافق يعني ان انا اسافر واعمل اختبارات وكل الكلام. فكنت مبسوط جدا. هو لما اتكلم معايا بعد كده قال لي انا عشان انت قعدت تزن، فانا وافقت اليوم ده عشان خاطر بس اعرف اخرج منك وامشي والكلام ده كله. لكن انا مسكت فيها ساعتها وسافرت ورحت نادي انبي في الاول من وانا 10 سنين وكملت في نادي انبي. الحته اللي غيرت لي هي ان انا كسبت افضل لاعب في افريقيا للشباب في سني. دي كانت نقطه تحول بالنسبه لي. جالي بعدها ترايل في اندرلخت، جالي بعدها ترايل في بروسيا دورتموند، جالي عرض كويس جدا من جريتر فيرد في المانيا. ابتدت الناس تبص عليا. دي يمكن انا في انبي قدمت موسم
ونص كويسين جدا، لكن برضه لما تلعب منتخب وتلعب بطوله قاريه والناس كلها تتفرج عليك، وبالذات منتخبات الشباب دي تلاقي ان السبوت عليها دايما طبعًا. عالي جدا، تبقى لعيبه صغيره كلها لعيبه شباب، فالناس كلها بتبقى باصه عليها. فالبطوله دي ومكسبي لاحسن لاعب فرق معايا جدا. يعني احنا توصلنا مع عبد الله جمعه قال لك ان هو مش هيسكت لك على موضوع ان انت احرف منه ده خالص، مش هيسكت لك، خلي بالك بقى بعد الهوا مش هيسيبك. لا امبارح كان قاعد معانا ابن عمي، فاحنا انا وعبد الله قاعدين، فبيسالنا مين احرف، هو رد امبارح بالليل قال له صالح احرف، لكن هو بقى احرف مني في حاجه، هو احرف مني كروح في الملعب. عبد الله تلاقيه في الملعب لعبه باك ليفت، لعبه هاف رايت، لعبه في اي حته بيخبط ويدوس، وعنده الحته البدنيه وحته ان هو لسه عايز وجعان والكلام دي عاليه قوي. صالح، مين من المدربين اللي ليهم فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان انت تكمل مسيرتك، سواء بداياتك مع انبي، مع احترافك النادي الاهلي، المنتخب؟ اكيد في مدربين صالح جمعه مش هيقدر ينساهم او هينسى مواقف هو مر بيها معاهم. بص، بدايه من نادي انبي كابتن امام محمدين طبعا سافرت جنبي بشكل طبعًا. كبير جدا. بعدها كابتن هاني رمزي، كابتن ربيع عسين، وكابتن حسام البدري. يعني دول اربع مدربين انت انا بتكلم ان هم طبعا كان ليهم دور كبير في حياتك بره الكوره. يعني انا بتكلم ان دول مدرب، مش بس طبعا في الملعب، المدرب بره الملعب بيتعامل معاك ازاي، بيحبك، بيصبر عليك ازاي، بيقف جنبك ازاي، اخطات ما اخطاتش، واقف طول الوقت في ظهرك. هم دول يعني بصراحه انا حكمت على في الجزئيه دي من خلال بره الملعب الناس دي عملت معايا ايه. يعني برضه هاخدك وهتكلم معاك على احترافك في ماديرا في البرتغال، وكانت تجربه اكيد ناجحه، ووجودك في النادي الاهلي. دايما معظم اللعيبه اللي بتلعب بره او بتحترف في اوروبا بترجع النادي الاهلي، بتلاقي ان نفس الاجواء اللي كانت موجوده في اوروبا من احتراف والتزام ويعني كل حاجه ليها علاقه باحتراف موجوده في النادي الاهلي. فانت احسن واحد تقول لي انت احترفت بره ولعبت هنا في النادي الاهلي، هل الكلام ده فعلا اللي بيتقال ده صحيح ولا مجرد كلام؟ انا بكلمك بمنتهى الامانه. النادي الاهلي بيتفوق. انا يعني ما لعبتش في انديه كتير في اوروبا، لعبت في ماديرا البرتغال، لعبت في ماديرا ورحت فتره ترايل في اندرلخت وفي بريسيا دورتموند، لكن مقارنه بانديه البرتغال لا النادي الاهلي بيتفوق في كل حاجه. انا بمنتهى الامانه بالنسبه لمعظم الانديه في السعوديه النادي الاهلي بيتفوق في كل حاجه. يعني اخدك بقى واسالك على النادي الاهلي في الفتره الحاليه، للجمهور زي ما انت شايف النادي الاهلي بيلعب مؤجلاته، جمهور النادي الاهلي قلقان على الفريق، كلام بيتقال على بعض التعاقدات، في بعضها تمت وفي بعضها هيتم. عايزك تطمن الجمهور، او انت شايف ازاي مرحله النادي الاهلي القادمه دي هيمر بيها ازاي؟ هل النادي الاهلي قادر على انه يعني اكيد انه يفوز ببطوله الدوري افريقيا اللي هتبدا يوم الجمعه اللي جايه؟ النادي الاهلي عنده مشوار طويل الموسم الحالي، وطبعا بدايته بطوله افريقيا اللي جايه البطوله المحببه معايا بطوله الدوري. بالظبط، يمكن انا هتكلم خلال الفتره ان انا من ساعه ما جيت النادي الاهلي لحد النهارده هتكلم ان فترات كتيره جينا كان في منحنى، كان في نتائج سلبيه، بس عمر النادي الاهلي ما خد فتره كبيره في نتائجه السلبيه، دايما النادي الاهلي بيخسر مباراه في الثانيه بيبقى في كارثه. تمام؟ الثالثه الجمهور ما بيسكتش، بتبتدي الدنيا تبقى صعبه. ما عمرنا ما عدنا سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه النتائج وحشه، عمرنا ما خسرنا بطوله واثنين وثلاثه وعشره. الجمهور جه في تمرين مره علق يافطه كبيره للاعيبه، بطوله واحده في الموسم خساره. فعشان ما تبقوش فاهمين بس انتوا كسبتوا بطوله في الموسم، فطبعا لكن الميزه اللي دايما اللي انا كنت بشوفها ان اللي بيحصل منحنى بسيط للنادي الاهلي خساره مباراه في الثانيه، دايما النادي الاهلي بيرجع اقوى. الناس الان خلال الفتره دي لان النادي الاهلي فقد لعيبه كبيره جدا من العناصر الاساسيه في اصابات. يعني عندك احمد فتحي، علي معلول. انا كنت لسه اقول لك شايف الاصابات دي بتاثر على النادي الاهلي فتره حاليه. انا بكلمك في احمد فتحي وعلي معلول ورامي ربيعه وجايه، وكان سلايه في فتره وشناوي اتصاب وسعد سمير اتصاب. انا بالظبط بتكلم انا بكلمك على الخمسه دول فرقه، يعني احمد فتحي بمعلول برامي ربيعه بسوليا باجاي
تكتلك منتلى منها دول فرقة لوحدهم. فانت بتتكلم النهاردة في ان انت مع رجوع اللعيبة المصابة دي مع 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 زي ما انت بتقول في تعاقدات للنادي الاهلي, لا يعني الشكل يبقى مختلف تماما. وخد بالك ان كل الاندية بتعمل دلوقتي تعاقدات, بس النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هو بيسكتش على على خساره في الثانيه في الثالثه, شايف ان ممكن يبقى في حته سلبيه خلال الفتره دي, الدنيا بتبقى صعبه وكل بيحس بيها في النادي لعيبه وجهازه ومسؤولين وجمهور تمام بيحسس حتى بيعرف يوصل كويس جدا للعيبه الحته دي. فطبعا لا انا متفائل ان الفتره الجايه تبقى فتره مختلفه يعني. طيب هنروح لراي الصحفيين والنقاد الرياضيين ونعرف رأيهم في صالح جمعة والعودة إن شاء الله اللي احنا كلنا مستنينا, ونرجع نكمل تاني في الأهلي الليلة إن شاء الله بإذن الله. صالح انت ربنا كرمك, انت موهبه ربنا يكرمك فيها, محتاجينك في الاهلي وفي النادي الاهلي محتاجك ومحتاجينك في منتخب مصر. وانا عايز اقول لك ان انت يعني مش غايب عليك ان انت كنت خليفه عبد الله سعيد في كصانع لعب منتخب مصر والاهلي, ولكن اختفائك الارادي ويعني ما حدش تعبك ولا حدش زهقك, انت كنت يعني على الحجر في الفتره اللي انت كانت فيها نجوميتك عاليه جدا, وانت اللي اخترت ان انت تبعد. مرحبا بك مره ثانيه في النادي الاهلي والكره المصريه والملاعب المصريه والمنتخب مصر مستنيك. محتاج ان انت تعمل على نفسك تشتغل على نفسك كتير قوي قوي. اولا يعني تبعد عن اي حد يعني يبعدك عن اهدافك في الكوره وفي الملاعب. انت اتخلقت ان انت تدي موهبتك في الملاعب, وايه الملاعب المصريه بتبرز الناس اللي بيخلصوا لها. اتمنى لك التوفيق, وانا شخصيا متفائل ان انت هتكون عند حسن الظن بيك. وخد العبره كابتن من اكثر من كباتن كثيره جدا في مصر يعني تالقوا بعد عثرات يعني في طريقهم شويه, او حصلت غمامه في تحديد الهدف اللي هم بيسعوا له, ولما فاقوا لنفسهم قدروا يوصلوا اللي هم عايزينه واصبحوا يعني من نجوم عظام جدا في تاريخ الكره المصريه, وبدون ذكر اسماء يعني. فيعني خد العبره منهم وتعلم منهم, وتعلم زي ما قلت لك من وليد كابتن وليد اللي هو نموذج اللعيب المخلص دلوقتي في الملاعب اللي قد ايه جماهير الاهلي بتحبه وبتقدره, وان شاء الله نشوفك في اجمل صوره قريب جدا, لان انا متوقع ان يعني ان صالح جمعه هياخد مكانه بسرعه جدا في صفوف النادي الاهلي, ولكن بعد يعني ما يبذل جهد في التدريبات مع المدير الفني وزملائه في الملاعب ان شاء الله. صالح جمعه موهبه تصنع الفارق مع النادي الاهلي, هو لعيب جيد جدا, لعيب ممتاز جدا, لعيب مميز جدا, غاب لفتره بتاعه الاحتراف يعني اللي هي الاعاره للدوري السعودي, ولكن ما نجحتش بشكل جيد. بالتاكيد المرحله الجايه دي هتحتاج تعامل كبير جدا عشان تستفيد من موهبه. اعتقد ان هو اللعيب الوحيد دلوقتي في النادي الاهلي, واعتقد انه سيكون الاستفاده منه في المنتخب قريب لو عاد صالح جمعه كما كان عليه في انبي. صالح جمعه تربية منتخبات, منتخب ناشئين, شباب, المنتخب الأولمبي, كان ليه بصمات واضحة مع المنتخبات, بصماته مع إنبي كانت واضحة. الأهلي لم يستفد منه حتى الآن, رغم أن أنا بقول لك أنه كان بيصنع الفارق في مباريات عديدة, ولكن بشكل دائم لم يستفد منه الآن. ده أعتقد أنه مشكلة أجهزة فنية وأجهزة إدارية في التعامل مع عقلية صالح جمعة. صالح جمعة محتاج من نوعية اللعيبة اللي بتحتاج إلى تعامل خاص جدا في سواء في الملعب أو خارج الملعب. بيحتاج طبعا صالح جمعة دفعة جماهيرية, مساندة جماهيرية. أعتقد مع قيده في يناير إن شاء الله مع النادي الأهلي, أعتقد أن هتمثل لي بداية جديدة, نقلة جديدة بعد العودة من الدوري السعودي. بقاله دلوقتي فترة بعيد, طبعا هو طبعا بيتجهز دلوقتي, بقاله فترة بعيد عن المشاركة بشكل أساسي أو الكرة بشكل رسمي, لكن المرحلة الجاية دي هتحتاج جهد كبير جدا
من الأجهزة الفنية اللي هتتعامل مع صالح جمعة ومن صالح جمعة نفسه، إضافة لمجموعة اللاعبين اللي حواليه. هو في إيده إنه يخلي اللي حواليه كلهم يساعدوه عشان يرجع تاني صالح جمعة اللي هو المفروض إن هو مكانه في أساسي في النادي الأهلي وأساسي في منتخب مصر. صالح جمعة من اللعيبة اللي كان جماهير النادي الأهلي بتعول عليها إنه يعمل إحداث نقلة في ظل ظروف التجديد في الفترة اللي فاتت، لكن هو بأمانة شديدة صالح جمعة من اللعيبة يعني على مبدو لا يستفيد من النصائح اللي بتوجه له، يعني لا يستمع، غير مستمع جيد للنصائح. النصائح دي من مصلحته هو، هو مش مقدر حجم يعني النعمة الكبيرة اللي هو فيه إنه بيلعب في النادي الأهلي مهما يكن. حتى ولو مر الظروف على النادي الأهلي سيبقى الأهلي كيان كبير، أمنية أي لاعب مش في مصر بس، في الوطن العربي كله وفي أفريقيا، أن يكون موجود ويرتدي الفانلة الحمراء. أتمنى له أنه فريق الأهلي في الفترة دي بمر بمرحلة لازم يكون هو عنده طموح أنه هو يقود جيل وتاريخ يتكتب بالنسبة له، أنه عمل حاجة بعد اعتزال جيل الذهبي بقيادة أبو تريكة، وكان آخر يعني يعني عايز اقول الريحه اللي فاضله هي وليد سليمان من الجيل. فعنده فرصه كبيره جدا انه يعمل حاجه، عنده فرصه كبيره جدا انه يبرهن على انه فعلا اتعلم من الظروف اللي مر بيها، واكيد تجربته في الاحتراف في السعوديه كانت بالنسبه له شيء مهم جدا، عملت له شيء يعني علمت فيه، وعرف انه في فرق كبير جدا في التعامل مع النادي الاهلي، وان جمهور الاهلي عايزه وحبه، ومفيش جمهور يعني هو لو متابع جيد جدا للي بيتكتب عليه، والناس عندها امل كبير جدا انه هو يكون اضافه لخط الوسط وعوض الظروف اللي بيمر بيها الفريق، لازم يقف مع نفسه كويس جدا، ولازم يتقال له، ولازم يسمع صوت الجمهور، ولازم يشوف بعينيه قد ايه الناس عايزاه وان هم شايفين في حاجه كويسه. وبقول له انت كلاعب كوره محترف فرصتك كبيره جدا، خدت الاحتراف في البرتغال ورجعت ولعبت في كذا نادي، عندك فرصه كبيره جدا لسه الناس ماسكه فيك. فاتمنى ان هو يتعلم، اتمنى ان هو يعني يكون على اتصال بالنجوم الكبار ويتكلم معاه، اتمنى مزيد من النصائح ومزيد من الدروس المتتاليه. والاهلي عنده من الحته الجزئيه دي انه يقدر يعني يحفز لعيبته ويقدر يحافظ، ثانيا لازم يحوطه عليه. فاعتقد انه صالح جمعه كل الكلام اللي اتقال عليه ده وكل الدروس دي كل الناس اللي بتقوله له بتقابله وبتنصحه كفايه بقى، يعني ده دليل لو الناس مش عايزاك تقول لك ان احنا مش عايزاك، ناس عايزاك وشايفه فيك حاجه كويسه. فاتمنى انك انت تكون على قدر المسؤوليه، اتمنى تقدر الجمهور اللي عايزك والفرقه عايزاك في الفتره دي، وعندك فرصه انك انت تبقى نجم ونجم ليك تقولك في الفريق. بس الكلام ده مش هياتي كده بالكلام، لا، ياتي بالعمل والجهد والتمرين والالتزام والشغل، وتشتغل على نفسك كتير جدا وتطور من ادائك وتشوف الحاجات اللي ناقصه عندك. الاهلي يستحق منك اكتر من كده صالح، انت لسه لعيب صغير يعني ما خدتش خطوه في الكوره في النجوميه، كلام كبير حواليك وانت مش قادر تؤمن بقدراتك، فلازم هو يؤمن بقدراته ويقدر كويس جدا انك انت بتلعب للنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين في الحلقه الخاصه جدا مع نجمنا صالح جمعه. هنعلق على تقرير الصحفيين، لكن نروح لمكالمه مهمه جدا 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 مع مدير الكوره في النادي الاهلي الكابتن صلاح حفيظ. كابتن سيد، كابتن عمر ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. دلوقتي يا كابتن سيد يعني معانا صالح جمعه، فبنتكلم وبنقول ان حضرتك بتكلمه وبتقول له ان ربنا بيدي البني ادم فرصه واثنين وثلاثه وده معناه ان حاجه كويسه، وان انت فيك حاجه من جوه كده يعني طيبه. انا عايز اعرف هي ايه، انا مش عارف. انت ما اكتشفتهاش ازاي دي حاجه كويسه. يعني صالح جمعه اكيد معانا يا كابتن سيد، واكيد طبعا احنا بنتكلم معاه واتكلم على العلاقه الطيبه اللي بينه وما بين حضرتك، غير بقى الكلام اللي بيتقال وان كابتن سيد دايما خصومات ولسيد لصالح. عايزين بقى نعرف حضرتك او تقول لصالح بقى ايه وهو موجود معانا. لا يعني كده انا بس الناس اللي هي يعني انا مقتنع بيها تماما، يعني ممكن تبقى في مكانه كبيره جدا جدا مش في مصر بس في افريقيا كمان بشكل كبير جدا ان شاء الرحمن. الايام جايه والمباريات جايه ان شاء الرحمن يبقى في مكان انا متوقعه، تانيين ان شاء الرحمن ما عنديش شك في كده ان في شهر يناير اللي جاي ان شاء الرحمن الصراحه هيفيدنا بشكل كويس قوي قوي، انا متاكد ان شاء الرحمن باذن الله. وانا عارف كويس قوي، عارف كويس قوي امكانياته وقدراته، وعارف موهبته كبيره جدا تمام، فمتاكد منها ومتاكد انه هيبقى اضافه كبيره جدا لينا،
ومتاكد من شخصيته كمان اللي هي بتبقى فيها غل شويه، ممكن تبان عند الناس في بعض الاوقات مختلفه لكن فيها غل شويه، غل كروي حلو حلو يعني. هتلاقي في المباريات حتى اللي بتبقى متعثره ولا حاجه عنده قلب كبير وعنده قوه شخصيه كبيره جدا، تعرف تلائم الموقف او تناسب الموقف تناسب النادي الاهلي. شويه تركيز ان شاء الله الرحمن، شويه اهتمام ان شاء الله الرحمن، شويه جديه باذن الله ان شاء الله الرحمن هيبقى في مكانه كبيره جدا، ولما هيعود على نفسه هيعود علينا بالتاكيد بالايجاب ان شاء الله. متحمس يا كابتن سيد لعوده صالح في اول مباراه مع النادي الاهلي لما يتم قيده في يناير؟ طبعا طبعا، انا من اول ما رجعت وانا في الاوائل اللي اتكلمت معاها صالح، انا عارف كويس جدا الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. انت في الاخر شغل في وقت في الاوقات مفيش عشر في الشغل تمام، لكن كمان انت في قناعات، انا مقتنع بالامكانيات دي ومقتنع بالقدرات دي وعندي اسباب كبيره جدا، والاسباب مش اللي هي بتستنتجها لا، دي اسباب انا عشتها. خد معانا السنه اللي فاتت مباريات كبيره جدا، وخد معانا السنه اللي قبلها مباريات كبيره جدا جدا، وكان بشكل رائع جدا. شويه تركيز، شويه اهتمام زي ما قلت لك، شويه جديه زي اللي هو عايش الدور ان شاء الله هيبقى في مكان مختلف ان شاء الله، انا متوقعه باذن الله ومستنيه يعني، انا متوقعه ومستنيه باذن الله. نصيحه من كابتن سعد الحفيظ لاخوه الصغير صالح جمعه. مش غير نصيحه ولا حاجه، يمكن انت بتتكلم في شخصيه عارفه كويس قوي الصح من الغلط، وعارفه كويس جدا جدا ايه الطريق اللي يوديها لمستوى رائع جدا والناس مستنياه ومنتظراه. خلي بالك انت صالح عنده الحاجه الصعبه جدا اللي ممكن ناس كتير جدا تعيش زمن طويل قوي ما تحققوش، قبول عند الناس. ده رباني يعني، حاجه بتاعت ربنا يعني، هو عنده قبول كبير جدا عند الناس، فان شاء الله الرحمن باذن الله تتقلب بنجوميه كبيره جدا وتتقلب بايجابيه كبيره جدا وتتقلب بنتائج ان شاء الله الرحمن كويسه. كابتن سيد، هل حضرتك شايف ان في تغير في الفتره اللي صالح موجود فيها دلوقتي عكس الفترات اللي قبل كده؟ لا بص يعني مش مساله تغير، في رغبه، في رغبه بالظبط جدا، وده مهم، ده مهم، ده بيبان بينعكس تمام، يعني بتشوف كتير قوي. وزي ما انا قلت لعيب الكوره هي عباره عن تضحيات، التضحيات ممكن ما تبقاش عند الناس كتير قوي، لكن التضحيه باكله، التضحيه بخروجه، التضحيه بفسحه، التضحيه بشيء معين مثلا في صفتك، مش كل حاجه هتهواها نفسك او عايزها رغبتك هتعملها، لان انت في الاول والاخر بتتكلم في نطاق مهم جدا فيه التركيز ومهم جدا الاهتمام ومحور حياتك، او حياتك هي مبنيه على لاعب كوره، انت في الاول والاخر لاعب كوره، يعني تتواجد في اماكن معينه، تعيش عيشه معينه، تتعامل بشكل معين. فاعتقد ان التركيز عبد الصالح عالي جدا، وانا مستني زي ما قلت لك، ما عنديش شك ان شاء الله الرحمن انه هيبقى اضافه كبيره جدا لينا باذن الله ان شاء الله الرحمن من اول يناير ان شاء الله الرحمن، في اطار السكه اللي هو ماشي فيها والطريق اللي هو ماشي فيه. وانا من زي ما قلت لك يعني اول ما رجعت كانت اول من اوائل التليفونات اللي عملتها كانت مع صالح، انا متاكد منه ومنتظر منه حاجه كبيره جدا ومنتظر منه حاجه قويه جدا، فقلت بالايجاب ان شاء الله الرحمن بشكل كبير جدا على نفسه الاول وبعدين علينا. طيب صالح، عايز اكلم حضرتك يا كابتن. طبعا يا كابتن، يمكن اول حاجه بشكر حضرتك على الثقه اللي انت بتتكلم بيها عليا طبعا، والمره دي باذن الله يعني زي ما حضرتك قلت يعني باين عند صالح ان في رغبه، ورغبه في الكوره، ورغبه ان هو يبقى موجود، يبقى موجود بشكل كويس. حضرتك زي انا قلت لعمر من شويه قبل ما حضرتك تخش، ان انت من اكتر الناس اللي وقفت جنبي على الرغم من الحته الاعلاميه والحته الجماهيريه، ناس بتتكلم في حاجه تانية، لكن انا اكتر واحد عارف ان حضرتك وقفت جنبي قد ايه طبعا، ودي حاجه انا مش هنساها عمري يا كابتن طبعا. وان فعلا فعلا المره دي يعني زي ما حضرتك قلت ان انت اول ما رجعت وكلمتني كل الكلام ده، انا ان شاء الله باذن الله مش هصغرك ومش وهتبقى قد الرهان ان شاء الله باذن الله، وهبقى مكسب باذن الله. انا متاكد يا صالح، انا متاكد، وبطلب من قناه الاهلي تقص الحته دي بقى وتفضل مستنيها. يا كابتن سيد، يا كابتن سيد والله يعني وحشتنا يا كابتن وجودك في القناه هنا بقى والتعليقات ده يا كابتن سيد، مش هتيجي يا كابتن سيد كده يعني تاني وتمتعنا بقى ولا ايه؟ يلا خير ان شاء الله الرحمن يا عمر. طب يا كابتن، سيد اخيرا يا كابتن سيد، عايزين نطمن بس سريعا على النادي الاهلي سريعا. الامور الحمد لله ماشيه كويس، عندنا بدايه قويه جدا في افريقيا ان شاء الله باذن الله نعديها بشكل كويس، مش عايز اتكلم في مبررات ولا صعوبات خالص. تمام. انا زي ما قلت ووصفت هي يعني مرحله القلب الجامد، فاي مباراه هتاخدها بقى واي مباراه ترتبها ايا كان الوضع او قدامك فانت هتاخدها بنفس الشعار ده يعني. انا يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الرحمن باذن الله. كمان يعني ضيفك النهارده صالح جمعه يكون بالنسبه للناس يعني حاجه ممتعه وكويسه باذن الله، مستنيينه بقى ان شاء الله بكره باذن الله في التمرين.
ان شاء الله. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه الاهلي. كابتن صالح حفيظ مدير الكره النادي الاهلي بيحبك جدا وواقف جنبك وفي ثقه كبيره قوي يا صالح، وان شاء الله كلنا يعني زي ما هو قال هنسجل الحلقه دي والوعد اللي انت وعدته له وهنذيعه ان شاء الله في اخر الموسم بعد ما تشارك مع الفريق وتحقق بطوله الدوري وترجع صالح جمعه اللي كل جمهور النادي الاهلي مستنيه ان شاء الله باذن الله. عمر زي ما انت قلت طبعا يمكن تبقى اشاده ومكالمه مهمه من مدير الكوره وشخص يعني جمهور النادي الاهلي بيحبه وشخص جدع وراجل ويمكن ما تاخرش على النادي الاهلي ويمكن بيدافع دايما عن حقوق النادي الاهلي، مع ان متعودين في النادي الاهلي ان دايما ما حدش بيطلع يرد وحدش يطلع بيتكلم وكل الكلام ده. كابتن سيد من الناس اللي وقفت جنبي طبعا والناس الرجاله، فزي ما انت قلت ان انا ما اقدرش ان انا كابتن سيد او كابتن سيد احط ثقته في صالح جمعه وان هو يغزله المره دي هيبقى الموضوع صعب يعني. شفنا قبل المكالمه كابتن سيد تقرير مع الساده النقاد الرياضيين الصحفيين، واستاذ شريف عبد القادر قال ان صالح جمعه نادي الاهلي لسه ما استفادش منه تعليق. بالظبط، يمكن كانت جزئيه مهمه جدا ان انا اتفرج طبعا على نقاد رياضيين وصحفيين كبار طبعا واسماء كبيره جدا، يمكن دول برضو الناس اللي انا دايما بركز في كلامهم، بركز في لان دايما بيبقى وجهه نظرهم مختلفه بيتكلموا كلام مختلف عن الناس اللي حواليهم طبعا، لكن انا سمعت كل الكلام فيه اللي قال ان لسه النادي الاهلي ما استفادش من صالح جمعه. طبعا انا عندي كتير اقدمه للنادي الاهلي، في اللي قال ان صالح جمعه لازم 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 يهتم بتدريبه ويهتم بان تبقى علاقته كويسه بزمايله ان هم يقفوا جنبه ويغير من حياته كل الكلام ده. كل الكلام اللي انا سمعته ده طبعا باخده بحته ايجابيه ان انا دايما بفكر فيه ودايما اعمل اللي هم بيقولوا عليه، ودي يعني يمكن ناس خبرات وناس ناس اشتغلوا في المجال ده لفتره طويله فاكيد هم ادرى، فاكيد انا بحترم كل الكلام اللي اتقال. الاستاذ محمود صبري قال كلمه مهمه جدا، قال صالح محتاج انه يؤمن بنفسه علشان يؤمن بقدراته وبالتالي النتيجه في الملعب تكون ايجابيه. هل صالح بيؤمن بامكانياته وقدراته وعارف ان هو لعيب كبير؟ الحمد لله مش لعيب كبير، لكن الحمد لله الواحد بيؤمن بقدراته وبالموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له، في ان لازم يستغلها لان دي حاجه كبيره ان انت يبقى عندك امكانيات ربنا مديك موهبه كويسه فلازم يستغلها بشكل كويس. لسه يعني صالح جمعه لسه عنده مشوار كبير جدا ان هو يبقى لعيب كبير ويبقى نجم كبير ان شاء الله باذن الله. تتحقق باذن الله كل اللي انا بفكر فيه وكل احلامي اقدر ان انا احققها باذن الله. يعني هنروح بقى تاني للجمهور والبسم الله ما شاء الله ردود الافعال صالح، يعني الناس كلها تاني بتحبك وبتقدرك. هقرا لك شويه كومنتات. مصطفى السيد بيقول لك يا ريت تفضل معانا على طول يا نجم مصر. يعني عبد الكافي الحسيني بيقول صالح جمعه لابد ان تضع امامك جمله واحده، اكون أو لا أكون، ولابد أن تنتصر على نفسك. محمود صابر بيقول لك منتظرين من الكابتن صالح جمعة الكتير، ده أكتر وقت النادي محتاجك والجمهور كمان وحشوا لعبك. يعني محمد فتح الله بيقول لك بنحبك يا صالح ومستنيين منك مستواك الحقيقي. إحنا بقى إحنا بنتكلم على الكومنتات والناس، ده تمرين النهاردة. صالح جمعة موجود مع الكابتن محمد يوسف، في طبعا وحسين عبد الدايم اللي مسؤول عن البرنامج التأهيلي الخاص بصالح جمعه. كابتن محمد كان بيقول لك ايه؟ كان بيتكلم معاك ايه اللي ايه اللي ضحكك؟ انا طبعا كنت كان بيتكلم في الحته اللي انا قلت لك عليها ان انا شفتك في البرومو بتاع الحلقه وجود لك ومش عارف كل الكلام ده. طبعا اتكلم بيطمن على البرنامج البدني مع حسين طبعا، وهم كان عندنا مباراه وديه امبارح كنت المفروض اخد جزء فيها لكن هم ما حبوش يستعجلوا. تمام، ان شاء الله باذن الله عندنا مباراه خلال 4 ايام وديه ثانيه ان شاء الله فموجود فيها اشارك فيها ان شاء الله. هنتفرج عليك كلنا وهنتابعك اكيد وهنكون داعمين ليك. لكن كابتن محمد يوسف لو هو بيتفرج دلوقتي على الحلقه وهو سمعنا وشايفنا، تقدر تقول له ايه خلال الفتره اللي جايه او صالح جمعه يوعد بيه كابتن محمد يوسف ان شاء الله في ان هو موجود سواء على راس الجهاز الفني او موجود في الجهاز الفني، ايه اللي انت تقدر تقوله كابتن محمد يوسف وتوعده بيه؟ طبعا هو كابتن محمد يوسف في البدايه طبعا توج مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، يمكن هو مدرب كبير، يمكن هو في ظروف دلوقتي لعيبه كتيره جدا مصابه، لعيبه كتيره جدا بعيده عن مستواها، هو في ظروف صعبه، لكن انا بتمنى له التوفيق خلال المباراه الجايه ان شاء الله يوم الجمعه، خلال المباراه الجايه كلها، خلال الفتره اللي فاتت طبعا. علاقته كويسه جدا بكل اللعيبه، شخص محترم جدا، يمكن انا ما اتمرنتش معاه قبل كده، كان قعدت معاه مره
لا يعني انا بحس ان انا بتعامل مع والدي يعني بكلمك بمنتهى الامانه بيطمن عليا طول الوقت وقريب جدا مننا كلنا فاتمنى له التوفيق للفتره اللي جايه يعني شخص محترم جدا وانا واثق ان هو هيقدر يعود بالنادي الاهلي وبخلال وبالفرقه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. صلاح جمعه بيشجع فريق ايه اوروبي؟ بيشجع برشلونه. اكتر لعيب صلاح جمعه بيحبه؟ بحب انيستا. انيستا ميسي ورونالدو مش بتميل ليهم ولا بميل شويه لميسي لكن انا بميل اكتر انيستا. لانيستا رسام انت زيه؟ انا بحبه بحب اتفرج عليه يعني. طيب صالح جمعه بيعمل ايه في الهو... ايه هوايات صالح جمعه؟ عارف ان صالح جمعه غير كره القدم ليه حاجات كتير جدا بيعملها لكن ايه ابرز الحاجات اللي صالح جمعه بيعملها خارج الملعب؟ يعني بره الملعب بحب اقرا يعني بيبقى في كتاب كويس مثلا كلنا شفنا على السوشيال ميديا الفيسبوك الانستغرام والفيسبوك بعد ما حد من صحابي مثلا ادوني احب ان انا اقرا الكلام ده كله انا بحب العب بلاي ستيشن جدا يعني يعني كلنا يعني عارفين انك بتحب الانستجرام او سناب شات والتويتر والحاجات دي السوشيال ميديا شايف ان هي موجوده حاليا في وقت فرقه مع لعيبه كره القدم عكس ما كانت موجوده زمان طبعا زمان ما كانش فيه يعني ما كانش فيه انستجرام ما كانش فيه الحاجات دي زي زمان ما كانش فيه تواصل ما بين اللعيبه عشان كده حتى تحس اللعيبه القديمه دايما بتتريق علينا دلوقتي طب لحد لعيب قديم وكل الكلام ده طريقة حسام عاشور مثلا يعني ما عندوش اي حاجه خالص لا واتساب ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه ولا تويتر من زمان طبعا يعني ما عندوش طبعا كل الكلام ده فدايما بنقعد ونهزر معاه في الحته دي وبتعلم منه بكلمك بمنتهى الامانه طب يعني طب شخص مش مركز في اي حاجه غير شغله وتمرينه والكلام ده كله دي حاجه تحترم يعني طيب صالح هاخد منك رساله للجمهور الاهلي ووعد هتوعدهم بيه قبل ما نختم الحلقه هتقول لهم ايه اول حاجه الرساله وبعد كده الوعد رسالة زي ما احنا سمعنا طبعا ان اتكلموا في حته ان لازم يبقى في مسانده جماهيريه لصالح جمعه خلال الفتره اللي فاتت خاصه ان صالح بقاله بعيد فتره بعيده عن المباريات الجمهور يقف جنبي خلال الفتره اللي جايه دي حاجه ثانيه حاجه ان زي ما انت قلت وزي ما كابتن سيد قال ان ربنا انعم عليك بحب الناس دي حاجه ان انا يعني انا اتمنى ان انا ما اخسرهاش اتمنى ان افضل محافظ على الحته بتاعت ان الناس تبقى بتحبني دي نعمة كبيرة لازم الواحد يستغلها في حياته فطبعا اوعد الناس خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله ان من اول يناير باذن الله هيبقى في شكل جديد هيبقى في شخص جديد جدا بيتحمل المسؤولية راجل يعتمد عليه ان شاء الله. صالح يعني بجد استمتعت ان انا موجود معاك في حلقة يعني اكيد من اهم الحلقات اللي الواحد كان موجود فيها في قناة النادي الاهلي وشرف لينا ان انت تكون موجود يعني اتكلمت معاك ساعتين ما حسيتش بيهم اتمنى ان انت تكون يعني قدمت كل اللي عندك وقلت كل اللي عندك وان شاء الله تكون بدايه جديده لعوده صالح جمعه اللي احنا عارفينه واللي احنا مؤمنين انه عنده قدرات وامكانيات لسه ما طلعش 25% منها ان شاء الله بالظبط زي ما انت قلت انا حتى انا حاسس ان النهارده انا موجود في بيتي يعني مع اصحابي مع الناس اللي بتحبني كلها قناه النادي الاهلي دي بيتنا كلنا يعني انا حتى وانا جاي مش قلقان من اي حاجه بالعكس حتى وانا قاعد بتكلم معاك مبسوط مرتاح حاسس الناس كلها واقفه جنبي مش حاسس ان في حد بيتعند ضدي في حاجه مش حاسس ان في حد عايز يحطني في مشكله معينه حاسس ان انا في بيتي مع اسرتي هنا طبعا فمبسوط جدا النهارده وزي ما انت قلت طبعا يمكن صالح لسه ما قدمش 25% من اللي عنده لكن انا يعني مكرس حياتي وشغلي خلال الفتره اللي جايه ده كله للنادي الاهلي ولبيتي وان انا ابقى موجود وان انا اطلع 100% بل يعني زي ما انا بشتغل خلال الفتره اللي فاتت قلت ان انا هشتغل مش 100% بس هشتغل يعني 200% ان شاء الله باذن الله ده اللي لازم اقدمه للنادي الاهلي ان شاء الله يعني وصلنا لختام الفقره الاولى من الاهلي الليله مع نجمنا ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن صالح جمعه لكن الاهلي الليله لسه مكملين علشان نروح للفقره الثانية مع نجم النادي الأهلي ونجم مصر في كرة اليد الكابتن خالد العوضي.